يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الاثنين الموافق 24 إبريل 2023. يمكن خلاص رسميا انتهى عيد الفطر المبارك يعني بالأمس، لكن ما زلنا مستمرين في الأجازة الرسمية اللي هتستمر حتى غدا بمشيئة المولى عز وجل. فكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. يمكن الواحد لسه بيحاول يتعود على المج اللي قدامه كده، اللي فيه القهوة اللي بيشربها على الصبح ده. يعني على أي حال، دايما بدايات الأيام المميزة أو البدايات أي حد بيعقد النية إن هو ياخد أمر أو قرار ما في حياته بيربطه بأيام مميزة في رأس السنة. وأعتقد مفيش أحسن من ما بعد العيد، خاصة واحنا راجعين من رمضان والناس كتيرة قوي مبوظة، يعني كان كمية السكريات والحلويات اللي موجودة على مائدة الإفطار كانت كتيرة، فناس كتيرة قوي بتربط أي قرار هتاخده في حياتها، سواء كان دايت، سواء كان هبتدي حاجة جديدة في حياتي، هعملها بعد العيد. لا أنا ما حددناش أنهي عيد. لا ده الموضوع مختلف يعني، عشان بس الامور تبقى واضحه. يمكن عشان كده أنا كان في زلة لسان قلت عيد الأضحى. لكن يعني انا ما قلتش يعني عيد الفطر ولا عيد الأضحى. الواحد لما يبقى عايز ياخد قرار بياخد القرار وقتي، لكن لما يبقى عايز يسوف، لو جاز لينا استخدام التعبير، او عايز يمط الامور، بيقول بقى بعد اي حاجه هبتدي دايت يوم السبت. لازم يقول الكلام ده طبعا يوم الاحد عشان يبقى عنده وقت لغايه الاسبوع اللي بعد. هبتدي مذاكره في الويك بعد الويك اند، هبتدي احنا في ايام الامتحانات خلاص دلوقتي، فالناس ابتدت كمان المذاكرات، فهتقول لك هبتدي بعد الويك اند، هبتدي الدايت بعد العيد ان شاء الله لما نكون خلصنا خلاص. يعني هي الاجازه رسميا لحد يوم الاربع او الثلاث، احنا بنتكلم رسميا بكره. الناس اللي ماشيه رسميا، في ناس واخده اربع وخميس، فهبتدي اللي انا هكمل الاسبوع وابتدي ان شاء الله اول الاسبوع الجديد اللي انا اذاكر. فانا عارف يعني بقول لك في ناس واخده كمان اربع وخميس معاهم عشان ياخدوها مع الجمعه والسبت. ده حقيقي، وعلشان كده منه يمكن هو ده سؤالنا النهاردة التفاعلي اللي بنشارك يعني بحضراتكم، ايه الحاجات اللي كانت يعني او اللي كنت مأجلها لبعد العيد وهتعمل فيها ايه ما بعد العيد؟ يا منا الحاجة اللي انت بقى يا منا يا احمد ايه الحاجات اللي انت كنت شايلها مأجلها؟ بص الحاجات دي بتتحسد، فما بحبش اقولها، يعني انا بحب اخليها عارفه ما بيني وما بين نفسي كده، عشان اتعملت يبقى انا كنت مقرر حاجه وبكافئ نفسي اللي انا عملتها. أيوة ما اتعملتش اهو، انا ما طلعتهاش وما بحتش بيها، فبالنسبه لي تمام، يعني ضميري حتى يعني بحاول اغسل ضميري كده يعني. ايوه انت بقى ايه اللي انت مقرره؟ بص انا هاخد الليست بتاعتي كلها بتاعت اول السنه زي ما هي، بتاعت اول سنه، بتاعت قرارات اول السنه اللي انا ما عملتش فيها اي حاجه دي خالص. نقلتها معايا للعيد الصغير، وطبعا لانها لسه بقفلتها ما حدش جه ناحيتها تماما، فهنقلها معايا ان شاء الله للعيد الكبير. لا بس فعلا يعني الليسته اللي انت كنت عاملاها ولا حاجه السنة. والله العظيم اللهم لك الحمد منها حاجة خلص. ولا حاجه خالص لا تماما. مش هتكلم بقى عشان ما تحسيتش تماما يعني انا خلاص يا منى انا عرفت اخلص الحمد لله ما شاء الله. انا بحط لسته جديده. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انت فعلا ما شاء الله عندك قدره على الانجاز وعندك التصميم، ولما بتحط حاجه قدامك انت فعلا بتعرف تعملها ما شاء الله عليك. بص يعني انوي وخلي النيه لله خالصه كده اللي انا هعمل ده، وربنا هيكرم ان شاء الله وتلاقي الدنيا بتمشي. بتتكلم في نيتي قدام المشاهدين، بقول لك انوي وخلي النيه خالصه وهتلاقي ربنا بيكرم كده وبيسهل الامور لوحدها. والله النيه خالصه وربنا بيكرم، بس الضغوطات بتبقى اكتر ساعات والمشغوليات بتبقى اكتر، وساعات الواحد برده وهو بيحط الليست او بيحط الحاجات اللي وراه بيتحمس زياده، فبيبقى مش قادر يحسب التوقيت اللي عنده علشان كده مع قدراته على انه يقدر يعمل الحاجه دي. اقول لك على حاجه كويسه قوي يعني انا قرات فيها فلقيت فكره، يعني اغلب علماء النفس بيقول لك قسمي الحاجات اللي انت عاوزه تعمليها والقرارات اللي انت هتاخديها لمرحله مش بعيده المدى، قصيره أبعد. المدى بمعنى انت عندك السنه بنتكلم في 12 شهر، قسمي كل 3 شهور مثلا انا هعمل حاجه، عارفه اللي هي خطه ربع سنويه. ايوه فانا هبتدي اللي انا في الثلاث شهور دي اخد الحاجه اللي تقدر اللي انا انجزها في الثلاث شهور. خلي بالك ده هينعكس عليك اللي انت لما تبتدي اللي انت تحققي يعني حاجه من الحاجات اللي انت مقرراها، مثلا قررت اللي انت هتاخدي ثلاث حاجات تعمليها في اول ثلاث شهور. ثلاث
في حاجات. ما هقول لك اهو، عملتي حاجه واحده نفسيا هتكوني مبسوطه على الاقل ان انت انجزت حاجه. انجزت حاجه عكس اللي انا عامل لسته زي ما انت ما بتقولي، او قايمه. القايمه دي فيها 20 حاجه انا لازم اخلصها السنه دي ان شاء الله، وكل سنه باجلها، كل شهر باجلها للشهر اللي بعد الشهر اللي بعد. فانت عارفه الايام بتجري بسرعه. طب. يعني لسه كنا بنقول للناس كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، ما فيش النهارده بنقول عيد سعيد. طيبين لعيد خلص. فبالظبط، فهي دي الفكره، ان الايام فعلا بتجري بسرعه جدا جدا جدا، ويمكن يعني العمر بالنسبه لنا هو لحظه. فعلشان كده بقول لك لا ما كبرش الموضوع، الموضوع كله بعد العيد هنعمل ايه. فقرري انت عاوزه، قرري انت عاوزه تعملي ايه وقسميه زي ما بقول لك كده، هتلاقي الموضوع مختلف. طب انا قررت هعمل ايه ان شاء الله في الفصل اللي جاي. هيحصل. خطة قصيرة الأمد اهو. طيب هنشوف هيحصل ولا لا في نهاية الحلقة، وهسألك ده خلص ولا ما خلصش اللي انت قررتي اللي انت هتعملي. طيب على أي حال زي ما قلنا لكم، ده سؤالنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامجنا في صباح الخير يا مصر، ايه الحاجات اللي كنت مأجلها لبعد العيد وهتعمل فيها ايه؟ بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. ودلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات، ولا يمكن نبتدي من غير ما ناخد منها إجابة السؤال. يا دينا صباح الفل عليك. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا أحمد، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح دينا وراكي ليست فيها إيه مأجلاها لبعد العيد؟ كنت أنا وإنتي بنتكلم من شوية فبنقول على إن إحنا دايت ومش دايت، أنا بقيت متصالحة مع نفسي مش قادرة اعمل دايت. يعني انا حابة نفسي كده. انا حابة نفسي كده وراضية بنفسي، وربنا رايده هيكون بقى في موضوع الدايت ده. لكن بجد لا، انا حاولت كتير طول رمضان، كل يوم كنت بأجل، والجو كل مدى درجة حرارة بترتفع، ومش عارفة البس. يعني لا انت عارف تلبس صيفي ولا تلبس خلاص شتوي. خلاص الصيف لا، والصيف كبس علينا في اخر يومين في رمضان كده مرة. جماعة بتقولوا ايه يا جماعة؟ كزوجة مصرية اصلا بقاله شهرين هبدا يعني بعد العيد كده، بعد اجازه العيد دي لا، هبدا ان انا اشيل الهدوم الشتوي واطلع الهدوم الصيفي. ده قرار هايل لوحده، وعلى فكره ده قرار صعب جدا اكيد، يعني اي ست جداً مصريه جدا جدا بتبقى عارفه ان ده من اصعب القرارات اللي بتاخدها، لان هو بياخد وقت طويل جدا. ومهما كل سنه كانت بتقول انا مرتبه الحاجه كويس مش هتاخد مني وقت ان شاء الله لما اشيل الشتوي واطلع الصيفي، لا بتاخد لها يومين ثلاثه معانا معرفش ليه. انا محتاجه فعلا بيبقى في زي شركات التنظيف كده، في شركات تيجي تساعد في البيوت للسيدات انها تشيل الهدوم الشتوي وتطلع الهدوم الصيفي، والجو حر خلاص دلوقتي فما ينفعش اجل اكتر من كده. طيب خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون مائل للبروده الصبح ومائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، في فرص امطار خفيفه قد تكون رعديه احيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، كمان امطار خفيفه على شمال وجنوب الصعيد، في نشاط رياح على اغلب الانحاء. درجه الحراره في القاهره النهارده 29، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 38، واقل درجه حراره هتكون في مطروح 20 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه. صباح على حضراتكم مره تانية في صباح الخير يا مصر، وزي ما احنا متعودين دايما بنبدا اول فقراتنا بمجموعه من الاخبار والموضوعات اللي بتهم حضراتكم، وهنبداها بالاخبار التي حدثت بالامس، ويمكن ابرزها تلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من رئيس وزراء بريطانيا ريتشي سوناك، وخلال الاتصال تم التباحث بشان تطورات الازمه السودانيه، وكمان نوه رئيس الوزراء البريطاني الى دور مصر الجوهري في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعث برقية تهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 41 لعيد تحرير سيناء، ووزارة الداخلية كمان نظمت رحلة ترفيهية لعدد من الأطفال ذوي الهمم وذويهم لمشاركتهم الاحتفالات بعيد الفطر المبارك. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، وتم التباحث بشأن تطورات الأزمة السودانية وتنسيق الجهود بين البلدين في هذا الصدد. وخلال الاتصال نوه رئيس الوزراء البريطاني إلى دور مصر الجوهري في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي، إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان اللي بتمثل الأزمة الراهنة بها تحدي بالغ للاستقرار في المنطقة بأسرها. وأعرب الزعيمين عن القلق البالغ بشأن تصاعد العنف والقتال في السودان، وهو ما يعرض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة مع التطرق في هذا الصدد لجهود إجلاء رعايا البلدين من السودان.
امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 41 لعيد تحرير سيناء، وتقدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه بالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء الغالية وعودتها للوطن الأم مصر. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعث برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة حلول ذكرى تحرير سيناء، وعبر رئيس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية لوزير الدفاع والجميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة التاريخية العظيمة على مصرنا الغالية بالرخاء والأمن والأمان وعلى شعبها العظيم بالخير والتقدم والازدهار. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. أيضاً بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. امبارح نظمت وزارة الداخلية رحلة ترفيهية لعدد من الأطفال ذوي الهمم وذويهم شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لمشاركتهم لاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف لتقديم كافة أوجه الدعم للأطفال ذوي الهمم والأيتام وشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، وفي إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد اللي بتهدف لتقديم الدعم والمساندة لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة ول ارتقاء بقدرتهم الثقافية والمعرفية والحوارية في إطار بناء الإنسان في تلك المناطق. امبارح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نظم العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، وده في إطار الحرص على خلق جو أسري للمتعافين والعمل على تنمية المواهب لديهم. هنروح دلوقتي فيما يخص الوضع في جنوب في السودان، تحديدا دولة السودان الشقيقة، لأن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أعلن أنه في إطار جهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان تم امبارح إجلاء 436 مواطن من السودان عبر الإجلاء البري، وده بالتنسيق مع السلطات السودانية. كمان السفارة المصرية بتستمر في الخرطوم والقنصليات في الخرطوم أيضا والمكتب القنصلي في وادي حلفة في التنسيق مع المواطنين المصريين في السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعا. يعني ربنا يحفظ الشعب السوداني الشقيق ويرجع بالسلامة إن شاء الله كل الجالية المصرية اللي موجودة في الأراضي السودانية. نروح لجولة المحافظات. جولة محافظات. عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت في المحافظات، ومنها بدء موسم حصاد القمح في الغربية وزراعة 163 ألف شجرة في مراكز وقرى محافظة الفيوم ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. كمان امبارح يمكن في محافظات الجمهورية المختلفة تم الإعلان عن مشاركة 62 ألف حضروا فعاليات مبادرة العيد أحلى بمركز الشباب في البحيرة تحديدا، والكشف الطبي على أكثر من 2000 مواطن في قوافل طبية مجانية في أسوان. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي استقبلت حديقة الحيوان فيها 39 ألف زائر خلال أول يومين من أيام عيد الفطر المبارك. في القليوبية أعلنت مديرية القوى العاملة بالمحافظة توفير فرص عمل جديدة للشباب في مختلف التخصصات بشركات القطاع الخاص برواتب 3000 جنيه شهرياً. في الغربية تم بدء موسم حصاد محصول القمح وتم تجهيز الصوامع والشوان واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بتوريد محصول الذهب الأصفر لموسم الحصاد بالتنسيق بين مديرية الزراعة بالغربية ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء. في الفيوم تم توزيع وزراعة 163,145 شجرة مثمرة وغير مثمرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وده ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة في إطار حرص الدولة على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتوفير بيئة نظيفة وصحية وأمنة للمواطن.
في البحيرة استقبلت مراكز الشباب خلال أيام عيد الفطر المبارك 62 ألف متردد ومستفيد بمبادرة العيد أحلى، وده في إطار الدور المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة. في الأقصر أعلنت مديرية الطب البيطري أنه مع استمرار تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بلغ إجمالي الحيوانات المحصنة حتى الآن 52200 رأس أبقار وجاموس وأغنام ومعز. في كفر الشيخ أكدت مديرية الإسكان أنه هيتم تلقي التظلمات من المواطنين للحصول على 296 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين في مراكز بيلة والحمول وفوة ومطوبس بعد أجازة عيد الفطر المبارك، خاصة بعد غلق باب التقديم قبل أجازة العيد بعدة أيام. في أسوان تم تنظيم قافلتين طبيتين داخل منطقتي الحصاية والجوزرة بمركز أسوان. استمرت أعمال القافلتين على مدار يومين في كل قرية، ونجحت القوافل الطبية في إجراء الكشف الطبي على 2043 مواطن ومواطنة. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نشوف معاكم سؤال حلقتنا وإجاباتكم، إيه الحاجات اللي كنت مأجلها لبعد العيد وهتعمل فيها ايه؟ نبتدي في اول تعليق مع محمد الشاذلي. محمد الشاذلي قاعد في البيت وبيجاوب اجاباته. طيب بيقول بعد العيد الكبير ان شاء الله. يعني كل سنه وانت طيب يا شاذلي طبعا، بس يعني ان شاء الله. بس انت ما حددتش العيد الكبير في اي سنه برضو، لان انا عارف البلان اللي بتضرب. ارجوك لا بوسع لكم دايره افكاركم برضو شويه يا جماعه، ما تبقوش ضيقين الافق برضو، خلوا الموضوع كبير كده شويه يعني. طيب في كمان عندنا نرمين هشام، ونرمين يمكن من الناس اللي بيبعتوا لنا على طول كل سنه وانت طيبه يا نرمين. تقول صباح الخير والسعاده عليكم. الحاجات اللي كانت او كنت مأجلها لبعد العيد هي المذاكره، وهعمل فيها ايه؟ هبدا اراجع اللي فات علشان اكمل مذاكره، لان انا حاسه ان كل حاجه اتحذفت من دماغي، وغير كده ان في الكليه كمان كام يوم ومراجعات في الكليه، وده هيحصل عندنا كمان كام يوم. يعني دعواتكم ليا بالله عليكم. كل سنه وانتم طيبين يعني، ربنا يا رب يعني يسهل لك الصعب كده يا نرمين، وتبقى سنه خير كده. ربنا يسهل لك الصعب. انا مذاكره عندي الامتحانات، بس مذاكره اولادك في الاخر انا اللي بذاكر يعني. فانا عندي الامتحانات الاسبوع اخر الاسبوع الجاي، فانا برضو كنت باجلها لبعد، بس انا هعتبر العيد لسه ممتد، انا لسه ما اجستش. بس احنا كده بنضحك على نفسنا يا منى، مش ده اللي احنا قلناه؟ احنا قبل الفاصل قايلين هنعمل حاجه. منى انت بتضربي اللي احنا متفق عليه. ما خلينا برضو نبقى واقعيين، انا ما خدتش اجازه في العيد، فانا لسه ما عيدتش. خلصي الاسبوع ده اجازه العيد كملي، وبعد كده بقى من اول يوم السبت مذاكره للولاد. من الامتحانات ابتدي مذاكره للولاد بعد الامتحانات. امتحانات الاسبوع الجاي. لا خلاص. طيب خلينا نشوف انا والله اعمل ايه. بس مش هو ده بقى اللي بقوله لك، الواحد بيبقى عامل بلانز. طيب في عبد الحكيم فهيم الحايز بيقول صباح الخير يا مصر، صباح الخير على حضراتكم. دايما العيد فيه جديد، واحنا بعد العيد هنقبض المرتب وهنزل اشتري لبس العيد ليا. يعني قرار متاخر شويه اعتقد، بس يعني مفيش احسن من الواحد يفرح ويشتري الهدوم بره الزحمه. صحيح. والكولكشن الجديد يكون نزل. لا في افكار، في افكار. الاعلامي محمود مكاوي بيقول صباح الخير عليكم، والله هي الحاجات اللي مأجلها كتير، منها مذاكره لامتحانات الفرقه الرابعه اعلام، وطبعا مشروع التخرج فاضل فيه اللمسات النهائيه، وامتحانات الشفوي. ربنا يوفقنا ويسعد صباحكم. صباح الفل عليك يا محمود، وان شاء الله تبقى زميل قريب جدا يا رب ان شاء الله. اللهم امين. في كمان سما النبوي او سماح النبوي بتقول ياه ياه عارفه ياه ياه يا عبد الصمد بالله. تعرف انا اللي قعدت قبل الفقره افكر ينفع اقول لك ياه يا عبد الصمد؟ ما تخليش حاجه في نفسك اللي انت عاوزاه قوليه على طول، ما تتردديش يعني. طيب عبد الحكيم فهيم الحايس وده صديقنا بيقول صباح الخير، صباح الخير عليكم. العيد دايما فيه جديد، احنا بعد العيد هنقبض المرتب وهنزل اشتري لبس العيد. ده برضه يشتري لبس العيد. ناس نزلت متاخر تقريبا، او في بعض الناس بتقرر اللي هي تشتري لبس العيد بعيدا عن الزحمه. يعني انا واحد من الناس، بالنسبه لي ما بشتريش لبس العيد خلاص. أيوة. بحس ان هي مرحله زي ما احنا اتفقنا، هو كل مرحله وليها متطلباتها. ما تفهميش بقى ده النضج خلاص، بقيتي زهد والله فعلا. لكن بس فكره هقول لك على حاجه ثانيه، فكره انا اي وقت من السنه عاوز فيه لبس بجيب لبس. أيوة. مش لبسي مرتبط باعياد او ده طبيعه الشغل. وانا صغير عندنا كان لازم جايب لبس، مش جايب لبس لازم اجيب لبس في العيد، ملهاش علاقه بطبيعه شغل. عندي لبس ما عنديش لبس لازم اجيب لبس في العيد.
دلوقتي اعتقد انا الموضوع بقى بالنسبه لي اولويات، وانا الحاجه دي انا محتاجها ولا مش محتاجها؟ محتاجها يعني هنزل اجيبها، مش محتاجها؟ لا والله مش عمق، والله فعلا هو بحس ان انا احيانا بقى احنا طبيعه شغلنا بتخلينا نشتري طول الوقت لبس، وجزء كبير جدا من ميزانيتنا بيبقى موجه للبس. حلوه دي، مش بقول لك عمق النهارده والله، العمق مسيطر عليك. لا والله فكره، والله فعلا حتى لو انا مش مذيع ملهاش علاقه خالص، انا حاسس ان انا بتجهيزات الجواز انا لا خالص، انت عمال تدفع فلوسي من وشوال خالص، يمكن ما بطل اشتري بقالي حبه عشان اللي انت بتقولي عليه ده. طيب في احمد الشقه بيقول صباح الخير يا استاذ عبد المقصود، يعني هو عبد الصمد عبد المقصود مش فارقه كتير، كلها اسماء ربنا يعني. والاستاذه منى صح يعني الحمد لله. اكيد طبعا كنت مأجل موضوع اللبس علشان هقبض بعد العيد، هنزل اجيب لبس بقى وادلع نفسي، يعني يا ربنا يجعل ايامك كلها دلع يا استاذ احمد. طيب واضح ان في ناس كتير كانت مأجله الهدوم لبعد العيد، وواضح ان في ناس كمان كتير ما كانتش اخذت فلوسها قبل العيد فكانت محتاجه. على العموم ما تزعلوش خالص، بالعكس الفلوس اتحوشت وكده هتحسوا ببركتها اكتر بكتير من انها كانت تيجي في العيد وتتصرف وتبقوا قابضين بدري شويه عن ما انتم متعودين كل شهر. ده الحكمه وعين العقل برضو مش كده؟ نسيب حضراتكم، نسيب حضراتكم مع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم بقيه كلامنا في صباح الخير يا مصر المستمره معاكم حتى العاشره صباحا، انتظرونا. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للبروده الصبح ومائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشماليه، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحراره على جنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون مائل للبروده على اغلب الانحاء، في فرص امطار خفيفه قد تكون رعديه احيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، كمان امطار خفيفه على شمال وجنوب الصعيد، نشاط رياح على اغلب الانحاء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن حاله الطقس وكمان ايه المناطق اللي هيكون فيها فرص امطار النهارده، وهل الامطار دي سوف تمتد على القاهره؟ احنا بالفعل اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه، تعتبر درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها في هذا الوقت من العام، هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، وده هيخلينا نحس بالاجواء الربيعيه المائله للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، اجواء مائله للدفء على السواحل الشماليه، ويمكن السواحل الشماليه بتكون اقل درجات حراره من القاهره الكبرى، اجواء ما بين الحاره لشديده الحراره على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد داخل الفترات النهار. خلال فترات الليل ومع غياب اشعه الشمس بيحصل انخفاض في درجات الحراره، بيكون ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، خاصه كمان ان بيبقى في نشاط نسبي للرياح مع فترات المغرب وخلال ساعات المساء. نشاط الرياح ده بيخلينا نحس اكثر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس خلال فترات الليل، اجواء مائله للبروده على اغلب الانحاء. بالاضافه كمان فرص الامطار اليوم هتنحصر فقط في بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين ومرسى علم، وهي فرص امطار خفيفه ممكن تكون رعديه احيانا، لكن طبعا القاهره الكبرى والمناطق الشماليه ان شاء الله ما فيش اي فرص لسقوط الامطار عليها اليوم. الاجواء دي هتكمل معانا غدا الثلاثاء، ومع الاربع والخميس ان شاء الله متوقع يكون في ارتفاعات خفيفه في درجات الحراره، ثم تعاود مره اخرى في الانخفاض من يوم الجمعه. عشان كده احنا مهم جدا ننصح كل الساده المواطنين، لو احنا خففنا فتره النهار مفيش مشكله تماما، لكن فترات الليل لو هنخرج لازم نصطحب معانا الجاكيت، لان لسه في بروده خلال فترات الليل بنحس بيها. كمان بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، والحمد لله يعني الاجواء مستقره بشكل كبير في اغلب المحافظات. طب بالنسبه كمان للشبوره المائيه وحاله البحار، خاصه ان احنا فتره الاجازه، هو طبعا حاله البحار على البحرين الاحمر والمتوسط هتكون معتدله، ارتفاع الامواج لا يتجاوز 2 متر على البحرين، والبحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. الشبوره المائيه هي طبعا ما كانتش موجوده معانا اليوم لان كان في نشاط رياح ما ساعدش بشكل كبير على تكون الشبوره المائيه، لكن متوقع ان هي تعود في الظهور من غدا ان شاء الله فتره الصباح الباكر،
ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن ايضا السبوره المائيه هتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، مش هتاثر بشكل كبير على حركه المرور باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا. خلونا دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره والعظمى 29 الصغرى 17، العاصمه الاداريه 29 16، اسكندريه 23 16، العالمين الجديد 23-16، مطروح 20-15، دمياط 23-15، بورسعيد 22-15، الإسماعيلية 29-17، السويس 29-16، العريج 23-14، كاترين 24-9، طابا 27-20، حلايب 30-22، شلاتين 30-22، شرم الشيخ 30-23، الغردقة 30-20، الفيوم 29-17، بني سويف 30-15، الوادي الجديد 38-22، أسيوط 33-16، سوهاج 34-17، قنا 38-21، الأقصر 37-21، وأخيرا أسوان 38-23. تابعنا مع حضراتكم أخبار الطقس، وبتمنى من كل الناس تحافظ على إنها في الساعات المتأخرة من الليل ما تخففش الملابس حتى لا نكون عرضة لأدوار البرد. هرجع مرة تانية لمنة وعبد الصمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. يعني نصايح غالية دينا لازم نعمل بيها، يعني يا رب الكل كمان يعمل بيها. وشكرا طبعا لدكتورة منار غانم، شكرا لك. شكرا لك. الحديقة الدولية شهدت إقبال من جانب الناس والأسر المصرية في العيد، أطفال وشباب وبنات كلهم كانوا موجودين هناك عشان يستمتعوا بأجواء وأيام عيد الفطر المبارك. خلينا دلوقتي نروح ونشوف أجواء البهجة ومظاهر الاحتفال في الحديقة الدولية من خلال هذا التقرير، ونرجع ونكمل معاكم بقية الكلام. في تاني أيام العيد فتحت الحديقة الأول المواطنين خلال أيام العيد. جرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر. يمكن شفنا البهجة والفرحة اللي موجودة في عيون وقلوب كل الزائرين للحديقة الدولية، لكن لما بنتكلم على مظاهر الاحتفال بالعيد مش بس الحديقة الدولية، في أماكن كده بتحسها من المسلمات اللي لازم نروح نحتفل بيها
من بينها طبعا حديقة الأسماك لأنها واحدة من أقدم الحدائق اللي بتشهد إقبال من جانب المواطنين والأسر المصرية في العيد. أطفال، شباب، بنات، كلهم يمكن بيكونوا موجودين هناك علشان يستمتعوا يعني أجواء أيام عيد الفطر المبارك في هذه الحدائق المتنزهة. أنا واحدة ما تعودتش أخرج في العيد، دايما في العيد ببقى قاعدة في البيت أو في الشغل، فبشوف البهجة وبشوف أجواء العيد من خلال التقارير اللي صحيح. الناس بتبقى موجودة فيها في الحدائق. خلينا مع بعض نتعرف على مظاهر الاحتفال في حديقة الأسماك في التقرير اللي جاي. حديقة الأسماك هنا عجبانة، تغيير برضو الورد بتاعها، مكانها نضيف، بنروح القلعة، بنروح الأهرامات، بنروح كذا مكان يعني في مصر بيعجبنا. بنعمل فسحة كده خفيفة كده الصبح، بتبقى جميلة جدا في الجنينة، تلف الجنينة هنا جميلة جدا يعني، لكن هنا البحيرة جميلة جدا يعني فيها أسماك لذيذة وترمي لها حتى عيش بتطلع، فبتعمل منظر جميل قوي. احنا كنا بنشوفها في الأفلام زمان كده، أول مرة أجي لها، فطبعا اول ما جيت طبعا حاجه جميله يعني اتفاجئت جدا جدا، يعني حاجه عالميه. اكتر حاجه بحبها السمك والصغار. احلى حديقه الصراحه، فيها ورد كتير وفيها مكان للتصوير وكده. نروح دلوقتي مع حضراتكم لمدينة سمسطة في محافظة بني سويف، لأن ابن المدينة فاز بالمركز الأول بالمسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم بتلاوته بدولة الأردن، وهو الشيخ نادي سعد جابر اللي فاز به هذا المركز الأول. وطلب يعني هو طالب من ذوي البصيرة حفظ القرآن الكريم وهو عنده 7 سنوات، يعني ربنا كده يا رب يجعله شفيع لي يا رب وفي ميزان حسناته كده، وألف مبروك. أكيد. كمان الشيخ نادي متفوق في دراسته في الأزهر الشريف وحصل على المركز الثاني في شهادة الثانوية الأزهرية، والتحق بكلية الشريعة والقانون وتخرج منها بتفوق، وابتدى بالفعل الفترة دي المشاركة في العديد من المسابقات المحلية والدولية في حفظ القرآن الكريم. خلينا نتابع مع بعض التقرير. وسط منافسة كبيرة ضمت مشاركين من 45 دولة مختلفة، نجح الشيخ نادي سعد جابر ابن مدينة سمسطة بمحافظة بني سويف في الحصول على المركز الأول بالمسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بدولة الأردن. تم ترشيح الشيخ نادي للمشاركة في المسابقة العالمية بدولة الأردن عقب حصوله على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة والتي نظمتها وزارة الأوقاف العام الماضي، وكرمه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الشيخ نادي من أصحاب البصيرة، وبدأ في حفظ القرآن الكريم في عمر 5 أعوام بمساعدة أسرته وجده لوالدته، حتى نجح في حفظ القرآن الكريم في عمر 7 سنوات، والتحق بالأزهر الشريف وأتم حفظ القرآن بالقراءات 7 في 12 من عمره. تفوق دراسياً مثلما كان متفوقاً في حفظ القرآن الكريم، وحصل على المركز الثاني بالشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، والثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية. من بعدها التحق بكلية الشريعة والقانون وتخرج منها، وبدأ خلال تلك الفترة في المشاركة في العديد من المسابقات المحلية والدولية في حفظ القرآن الكريم. زي ما تابعنا وشفنا في التقرير رحلة الشيخ نادي في حفظ القرآن الكريم وتمثيله لمصر في المسابقة الهاشمية في الأردن وحصوله على المركز الأول في المسابقة. عشان ترددت ليه؟ الشيخ نادي سعد جابر مفاجأة بالنسبة لي على الجائزة. صباح الخير عليك يا شيخ نادي. اهلا وسهلا استاذه منى. اهلا وسهلا بك يا استاذ احمد، وانا بحييكم جميعا بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني الف الف مبروك يا شيخ نادي، ويمكن شرفتنا ورفعت راسنا، ويمكن ده مش حاجه جديده على يعني ابناء محافظه بني سويف اللي دايما في الصداره، لكن عاوز اعرف من حضرتك يعني بدات تستعد للمسابقه امتى، وهل كنت متوقع ان انت تحصد المركز الاول في هذه المسابقه؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تم ترشيحي لهذه المسابقة من قبل وزارة الأوقاف في شهر رجب الماضي. نعم. والحمد لله رب العالمين بدأت الاستعداد لهذه المسابقة منذ أن عرفت بالترشيح، وكان الحمد لله رب العالمين بدأت يعني بعدها مباشرة، رغم أني يعني مراجع لكتاب الله عز وجل مع أحد مشايخنا هنا بالبلدة بالقراءات السبع الحمد لله، لكن بدأت في هذا التوقيت بالذات ختمة جديدة مع أحد شيخنا. دي أنت حافظ بالقراءات السبع؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد ما شاء لله. الله ما شاء الله، الله يفتح عليك. الله يكرمك يا أستاذنا، تفضل كمل. فبدأت بفضل الله معه ختمة، كان أحد المحكمين معنا في المسابقة العالمية، لأعرف يعني ما الذي يدور في هذه المسابقات بالتحديد، وإن كنت قد يعني عرفت جزءا منه من خلال مشاركتي في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في عام 2011 في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، لكن كان حصولي على المركز الثاني في هاتين المسابقتين في الحقيقة أنا كنت يعني طموح أن أنا أحصل أو تحصل مصر، لأن هذه المسابقات تشترط أن يكون من مصر ممثل واحد فقط، فأنا كان يعني رجائي من الله عز وجل أن أحصل على المركز الأول لأسعد أهل مركز سموسط أولا، ثم أهل محافظة بني سويف بل وأهل مصر. أسعدت المصريين كلهم يا شيخ نادي، أنت أسعدت المصريين كلهم مش بس يعني بني سويف ولا سموسط. ربنا يبارك فيك يا رب. دي مش أول مرة تحصل على المركز الأول، السنة اللي فاتت حصلت على المركز الأول في مسابقة وزارة الأوقاف المصرية وكرمت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشاركتك بقى في مسابقة بيشارك فيها أكتر من 43 دولة وحصولك فيها على المركز الأول، تقدر تكلمنا عنها تقولنا إزاي؟ والله في الحقيقة هي هذه المسابقة يمكن كانت تختلف عن غيرها من المسابقات، حتى من حيث يعني توزيع الدرجات، لأني كان فيه يعني تقريبا 60 درجة للحفظ، وهناك 10 درجات بأكملها للوقف والابتداء، وده طبعا يعني رقم بالنسبة لأي متسابق رقم مخيف، لأن يعني لا يكون هناك في هذه المسابقات محكم واحد فقط من دولة واحدة، بل قرابة 6 محكمين من دول مختلفة، فيعني لا يعلم الشخص ما الذي سيحسب له وما الذي لا يحسب له، فطبعا يعني بنكون داخلين هذه المسابقات يعني شعور خوف شديد جدا، لكن يعني أنا من خلال هذا المنبر الكريم أنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمصريين المقيمين بدولة الأردن، لأني كانوا عامل أساسي في إزالة الرهبة من قلبي، لأن يعني وقفوا بجانبنا هناك، بل وبفضل الله عز وجل تمكنت من خلالهم من إمامة المصلين في أثناء وجودي في هذه الفترة هناك بإحدى أحد المساجد بالمملكة الأردنية الهاشمية، فده كان عامل أساسي في إزالة الرهبة من قلبي بخلاف أي مسابقة أخرى. أكيد أكيد. يعني شيخ نادي أنت من ذوي البصيرة، ويمكن أنا شايف الحمد لله طبعا أولا وأخيرا، يعني أنا شايف أن الإعاقة الحقيقية بتكون هي إعاقة التفكير، وده اللي دايما بيثبته أي حد ربنا حطه في محنة، لأنه هو بيحولها لمنحة وليست محنة. عاوز أعرف حضرتك سامعني؟ أنا سامعك يا أستاذنا، تفضل. عاوز أعرف إزاي قدرت اللي أنت تتغلب على ده، وإزاي قدرت اللي أنت يعني دي ما تكونش عائق قدامك في حفظ القرآن الكريم، الحفظ الدقيق المتقن. والله أنا لأني بدأت حفظ القرآن منذ سن مبكر، وأنا كان حفظي للقرآن الكريم عن طريق التلقين. كانت والدتي تلقنني الآية ربنا جزاها خير يا رب، وأحفظ أحفظها يعني أو تظل ترددها معي حتى أحفظ إلى أن أكمل ما نسميه عندنا إحنا في البلدة باللوح القرآني. اللوح ده بعد ما أحفظه مباشرة كنت أذهب لأراجعه على الشيخ، لكن أنا في الحقيقة يعني لتسمح لي أستاذنا أن أنا أوجه رسالة لكل أب ولكل أم معهم ابن معاق، أقول لهم لا تتعاملوا مع هذا الابن على أنه ولد معاق، بل تعامل معه على أنه يعني إنسان سوي وإنسان سليم تماما من أي إعاقة، حتى تستطيع أن تواجه معه هذه الإعاقة. وكم من معاقين قبلنا، وإن شاء الله سيأتي معاقون بعدنا وسيتغلبوا على هذه الصعاب، والذي سيتعامل مع الإعاقة على أنه على أنها ستقف حائلا بينه وبين ما يريد فلن يصل أبدا إلى أي شيء.
يعني انا ما بحبش استخدم لفظ معاق ده، لان انا بشوف ان مفيش اعاقه. الاعاقه الحقيقيه زي ما قلت لك هي اعاقه التفكير، اعاقه فكرنا احنا شخصيا. فيعني كل التوفيق لحضرتك، وطبعا ربنا يجازي والدتك يعني كل الخير، وكل سنه وهي طيبه يا رب. وانت طيب يا استاذنا، ربنا يكرمك يا رب. شيخ نادي، ابتديت حفظ القران وانت عمرك 5 سنين، واتممته ما بين 7 و8، ويعني في وقت قليل جدا بطريقه التلقين زي ما حضرتك قلت، ولكن برضو يمكن وجود اختك الكبرى معاك في البيت وهي حافظه القران وبتتلوه بالقراءات العشر كمان في نفس الوقت، انتوا بيت القران منوره. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وأنا يعني اسمحي لي يا أستاذة أني أقول أن القرآن الكريم لا يمكن أبدا أن يقف حائلا بين إنسان وبين ما وبين أي مهمة يقوم بها أو بينه وبين دراسته. الحمد لله رب العالمين، إحنا كما تفوقنا في حفظ كتاب الله عز وجل، أنا يعني كما يعني تكرمتم بإذاعة هذا التقرير بفضل الله عز وجل، كان التفوق في الدراسة، والحمد لله أنا تخرجت في كلية الشريعة والقانون الأول. تخرجت بس الأول على الدفعة، الحمد لله، لكن دعوتكم بالوظيفة بقى إن شاء الله. الدراسات العليا ما شاء الله ماشي فيها كويس؟ الحمد لله، أنا الآن طالب بكلية الدراسات العليا قسم الشكر المقارن، الحمد لله رب العالمين. طب ده أنت اللي تدور لنا على وظيفة بقى كده يعني، دراسات عليا وماجستير، ربنا يكرمك يا رب والمستقبل قدامك. يعني أنا لو هكون طماع بس في أقل من دقيقة علشان موجز الأخبار، نقدر نسمع حاجة مما تيسر من يعني القرآن أو الذكر المبين، حاجة قصيرة كده إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. الله يفتح عليك يا رب، يعني دايما كده تكون في الصدارة ودايما تحصد يعني أول المراكز في كل المسابقات اللي بتدخلها إن شاء الله، وربنا يحقق لك كل أحلامك وطموحاتك يا رب. الشيخ نادي سعد جابر يعني الحاصل على المركز الأول بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم بالأردن، بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. دلوقتي مشاهدينا الساعة 8 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك. من 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، واوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الاتصال تناول تباحث بشان تطورات الأزمة السودانية وتنسيق الجهود بين البلدين في هذا الصدد، حيث نوه رئيس الوزراء البريطاني الى دور مصر الجوهري في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي، الى جانب كونها من اهم دول الجوار الفاعلة للسودان التي تمثل الأزمة الراهنة بها تحديا بالغا استقرار في المنطقة بأسرها. وقد أعرب الزعيمان عن القلق البالغ بشأن تصاعد العنف والقتال في السودان، وهما يعرض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة، مع التطرق في هذا الصدد إلى جهود إجلاء رعايا البلدين من السودان. وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي استعرض الجهود التي تطلع بها مصر من أجل تشجيع كافة الأطراف على التوصل لوقف إطلاق النار ووضع حد للمعاناة الشعب السوداني الشقيق، مؤكدا ضرورة التعامل بصورة إيجابية مع كافة جهود التهدئة وتفعيل الحوار والمسار السياسي بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقراره ومقدرات شعبه. وفي إطار جهود الدولة لإجلاء المواطنين المصريين بالسودان، تم اليوم إجلاء 436 مواطنا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.
وفي إطار حرص وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدولة السودان وأسرهم لطمأنتهم على ذويهم، تمهيدا لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن. قامت الوزارة بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة. شهد معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان تسهيلات عديدة لعودة المصريين من السودان، وكشفت مجموعة من الشباب المتطوعين في الهلال الأحمر المصري عن تأهيل المصريين العائدين من السودان نفسيا والكشف عليهم وتوفير الدعم الأولي لهم وتسهيل تواصلهم مع أهاليهم للإطمئنان عليهم. ومن جانبه قال لطفي غيث مدير مركز العمليات بالهلال الأحمر إن هناك مرحلة استعدادا منذ بداية الأزمة في محافظات الحدودية، حيث تم توجيه مجموعة من الفرق والورديات لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية العاجلة للعائدين من السودان. وأوضح مدير مركز العمليات بالهلال الأحمر أنه تم رفع حالة الاستعداد خاصة في المخازن الاستراتيجي الأقرب للقطاع الصحي لمد الاحتياجات الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر المصري على أتم استعداد لمد أي مساعدات للجانب السوداني والهلال الأحمر السوداني. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أحرزت تقدما في مدينة بخموت شرق أوكرانيا. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي سيطر على مربعين سكنيين آخرين في أحياء بخموت الغربية، وأن وحدات محمولة جوا تقدم تعزيزات إلى الشمال والجنوب، وتعتبر روسيا بخموت نقطة انطلاق لمزيد من التقدم في شرق أوكرانيا. أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أسفه لعدم انخراطه بشكل كاف في الدفاع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، وشدد ماكرون على أن الغضب الذي يعبر عنه الفرنسيون حيال إصلاح نظام التقاعد لن يحول دون استمراره في التنقل بين مختلف مناطق فرنسا. قالت أذربيجان إنها أقامت نقطة تفتيش على الطريق البري الوحيد المؤدي إلى منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا. وأوضحت وزارة الخارجية في أذربيجان إنها اتخذت الإجراءات المناسبة لفرض السيطرة على الطريق من بدايته بسبب استخدام أرمينيا الطريق لنقل الأسلحة. ومن جانبها قالت أرمينيا إن ما قامت به أذربيجان يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في عام 2020. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضرتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في هذه الفقرة المميزة اللي بتقول إن دايما مصر ولادة، مصر مليئة بالمواهب. فقرتنا دلوقتي ضيوفها مبدعين صغار نجحوا رغم صغر سنهم في اجتياز منافسة ضمت 10,000 مبدع صغير علشان يكونوا نجوم النسخة الثالثة من مسابقة المبدع الصغير في فئة الغناء. هذه المسابقة اللي بتقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية. أكيد خلينا نتعرف أكتر على الفايزين في مسابقة المبدع الصغير فرع الغناء. معانا في الاستوديو ساندرا عماد وأحمد فايز الفايزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، منورنا وصباح الفل عليكم. أهلا يا أحمد، أهلا يا ساندرا، إزيكم؟ الحمد لله كويسين. نبتدي مع ساندرا، مع البنات أولا. ساندرا احكي لي الحكاية، احنا شفناكي بقى وإحنا بنعمل تيست قبل الهوا وبتدندني بالأغاني وحاجة. ممكن أقول بس قبل ما تحكي الحكاية، ساندرا أنت كام سنة؟ 10 سنين بحالهم ما شاء الله، شكلك مش باين خالص. طيب احكي بقى الحكاية بتاعت العشر سنين بقى، ابتديتي إمتى الغنى؟ دخلتي إزاي؟ ليه دخلتي؟ مين رشحك؟ كل الحاجات دي بقى. انا كنت اشتركت في كورال الكنيسه، كنت برنم هناك من وانا عندي 4 سنين. اوكي. بعدين ماما عرفت ان انا صوتي حلو كده، دخلتني الاوبرا وبقالي سنتين هناك.
وطبعا دكتور بتدرب مع دكتور محمد عبد الستار. بشكر المدرسة طبعا جدا ان هي يعني هي اللي شجعتني، والاوقات اللي كنت بغيب فيها مثلا بيبقى عندي بروفات او حفلات او كده كانوا هم بيعيدوا لي الامتحانات الدروس اللي فايتاني او كده. وبرده الدراسة في الاوبرا دراسة نظامية، يعني بتروحي عدد ايام معين ولا بتروحي في التدريب بس مواعيد، يعني عندك يوميا بتروحي؟ يعني هو كل يوم خميس بس لو في حفلات بنروح اكتر، بنروح مثلا معظم الاسبوع. اوكي. بتقعدوا تتمرنوا قد ايه بقى؟ كتير؟ يعني من الساعة 5 المفروض، بس لو بقى في رمضان مثلا المواعيد بتتغير. ايوه. وبرضه شاركت في حفلات الرئاسة. شاركت في حفلة عيد المرأة وفي حفلة عيد الفطر برضو، غنيت أغنية لعيد الفطر اللي لسه كانت من يومين بتاعت أبناء الشهداء. الله، أنا كنت موجود على فكرة في اليوم ده، ويمكن الكرال بتاع الأوبرا اللي كان عامل الأغنية شفنا مواهب عظيمة بصراحة. لكن هنرجع لك يا ساندرا ونعرف منك تفاصيل الحكايه، لان انا شايف ان 10 سنين اللهم لا حسد، ربنا يبارك فيكي، بس في رحله من الكفاح والغناء يعني. لكن اروح لاحمد، عاوز اعرف منك يا احمد كام سنه وبدا مشوارك مع الغنى ازاي؟ 16، انا عندي 16 سنه. مشواري بدا وانا عندي 5 سنين. بس ما بداش، كان جوه المدرسه كل حاجه، يعني كان في الاذاعه المدرسيه وبس. على فكره في مواهب، كم من مواهب خرجت من الاذاعه المدرسيه. ما هو ربنا بقى كرمني بحفلة كبيرة تبع المدرسة. ساعتها جالي ورقة فيها دار الأوبرا المصرية، كان عندي ساعتها 9 سنين أو 8 سنين. رحت الأوبرا ومن ساعتها بدأ المشوار بقى. أول شهرين ليا كنت غنيت قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية أكتوبر. أول شهرين؟ ده أنت مسعد خالص. الحمد لله لقيت نفسي يعني كويس، والدكاترة كانوا مبسوطين بيا جدا. بعد كده بدات بقى الرحله بتزيد مع الاوبرا، سافرنا بره مصر مع المغرب في مهرجان اطفال السلام. بعد كده بقى قلت خلاص بقى انا عايز اقدم في برنامج ذا فويس كيدز، هروح. ورحت فعلا، واول مرحله لفلي 3 كراسي وكانت تجربه حلوه. ممكن يكون ما حالفنيش الحظ في المراحل اللي بعد كده، بس كانت تجربه حلوه، وانا لحد دلوقتي بصراحه مش هوقف كده. يلا الموسم الجديد في الدوم قرب. يلا. طبعا. ده حاجه اكيد. طبعا ده حاجه اكيد، انا مكمل وباذن الله ربنا يكرمني. انا مش عاوز الكلام يسرقنا وما نسمعكوش. فنبتدي بمين؟ ساندرا. ساندرا. اتفضلي هتسمعينا ايه الاول؟ الدنيا غنى ليلى مراد. ليلى مراد مره واحده، ده الموضوع كتير. اتفضلي يا ساندرا. الدنيا غنوة نغمتها حلوة، الدنيا غنوة نغمتها حلوة، احنا اللي نطير ونغنيها. والدنيا دي كلمة من غير ولا كلمة، احنا اللي نكمل معانيها. على معانيها. ازاي بيقولوا الناس عنها دنيتها احزان، والسحر ده كله عايش منها اشكال والوان. الزهر ده وصفوا للعين، وصفوا للعين، والورد ده جرحوا قلبين، جرحوا قلبين، والدنيا دي مخلوقة لاتنين، واحد هنا والتاني فين. الدنيا غنوة نغمتها حلوة، احنا اللي نطير ونغنيها. والدنيا دي كلمة من غير ولا كلمة، احنا اللي نكمل معانيها. على معانيها. كده الدنيا حلوة مش الدنيا غنوة. يعني اللي انا سامعه ده فعلا الدنيا حلوة، الدنيا فيها خير، فيها مواهب شابة. العظمة دي. استنى بس يا احمد، انا عايزه اسال ساندرا حاجه. انت عارفه انت بتقولي ايه؟ انت فاهمه المعاني بتاعت الاغنيه؟ مقتنعه بيها؟ انت شايفه الدنيا حلوه وتمام؟
طيب لازم اتنينات ولا ممكن نبقى جروب كبير وتبقى اغاني تمشي على ناس كتير، يعني تنطبق بس على ناس قليله ولا ممكن تبقى تمشي على كل المجموعه اللي معانا في كلاس ومعانا في الاماكن المختلفه؟ لا، في ناس كتير بتغني. بجد؟ طب انت مقتنعه بكلمات الاغنيه؟ يعني انت بتبقي فاهمه انت بتقولي ايه ولا حد بيختار لك اللي انت هتغنيه يا ساندرا؟ يعني هو ساعات دكتور محمد عبد الستار برضو بيساعدني في اختيار الاغاني وكده، هو اللي بيدربني. تذاكريها ازاي؟ تحفظيها في البيت؟ يعني انا بحفظ في البيت وبسمعها للدكتور هو بيصلحها لي وكده. احمد الوضع عندك هيبقى مختلف خالص بقى، انت بتحفظ مع نفسك محدش بيسمع لك؟ انا الدكتور طبعا دكتور محمد عبد الستار هو اللي بيحفظني. ايوه بس محدش بيحفظك، انت بتاخد تذاكر في بيتك وترجع. ساعات بيحفظني برضه موشحات الصعبه والقصائد هو اللي بيحفظها. استنى استنى، موشحات؟ موشحات احكي لي. موشحات دي بقى بناخدها في الكورس مع الدكتور. اصعب حاجه بتعرف المطرب منها هو ايه مطرب فعلا؟ الموشح. الموشح طبعا بتحط الناس في الصوره على طول. نقول موشح؟ قول موشح. نقول موشح. انت بتهددني؟ قول موشح. يا غصن نقامك اللام بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي، يا غصن نقامك اللام بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي، إن كنت أسأت في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي، يا غصن نقامك اللام بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي، إن كنت أسأت في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. الله عليك. انت واخد بالك من اللغه العربيه؟ انا واخد بالي من اللغه العربيه، واخد بالي من مخارج يعني ألفاظ. الحروف والالفاظ يعني في عظمه. دي شغلانه بابا دي. انتوا ليه؟ مدرس عربي بقى ده. بابا مدرس عربي. الحروف والنحو هو بتاع بابا. لا والله. ساعدك في ايه؟ يحفظني، يحفظني برضو مولاي بتاعت النقشبندي. امسك المايك تاني. نقول مولاي؟ طبعا. دلوقتي؟ تقدر؟ يلا طبعا قول. قادر والله؟ طبعا عادي. يلا بينا. أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي، بنور وجهك إني عائذ وجل، ومن يعذ بك لن يشقى إلى الأبد، مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما رجسدي، تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضاك، في رضاك،
أحلو مرارة عيش في رضاك وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. من لي سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي واسمعه كل الخلائق ذل في يد الصمد. أدعوك يا رب أدعوك يا ربي أدعوك يا أدعوك يا ربي تغفر ذلتي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي وانظر لحالي وانظر لحالي وانظر لحالي في خوف وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله من احد. الله عليك الله عليك رجعتنا تاني لاجواء ايام رمضان. عارف انت لسه خارجين انت دخلتنا تاني رمضان حبيبي يعني ربنا يبارك فيك يا رب. ايه الحلاوه دي حبيبي يعني تقول لي ذهبوا يسوع مش عارف مفيش الكلام ده خلاص يعني والدوله رأت موهبتك اعتقد مبدع صغير. عرفت المسابقه ازاي؟ الاوبرا عرفت من طريق الاوبرا كل حاجه بنعرفها من طريق الاوبرا. عرفت ان اعلنوا على فكره بالمناسبه انا اشتركت الموسم الثاني اللي هو اللي فات وما توفقتش. انا خذلت كتير قوي في المسابقات الموسيقى العربيه وكله كله بجد مفيش مسابقه دخلتها كسبتها فعلا. مش هقول بقى ظلم والكلام ده كله خلي بالك يعني عدم التوفيق ده احيانا بيخلي عندك اصرار وعزيمه هو انا مش فاشل انا هنجح. أيوة. انا هكون وده حصل بتبقى فتره محبطه شويه لو مثلا شايف ان انا كويس ومره واحده الاقي نفسي ممكن تكون ما كنتش مستعد. خلينا برضو متفقين ان الخبره طبعًا بتتعلمها وبتكتسبها التدريب يعني صوتك الخامه حلوه لكن وانت جاي من البيت لسه مش عارف انت هتعمل صح ايه صح لكن أكيد لما تكتسب خبره وبتبتدي تدرس امال الناس بتدرس ليه اكيد ما خلي بالك انا عاوز اقول لك انا عاوز اقول لك على حاجه انا اسف يعني يا دكتوره منى بس كلنا مرينا باللي انت مريت بيه ده. انا فخور عليك. احنا هنا في ماسبيرو علشان يتم اجازتنا صوت وصوره بنخضع لكم من الاختبارات معلومات عامه ولغه عربيه والقاء وغيرها وكتير مننا عدى دخل لا ما وفقوش ربنا مره واثنين وثلاثه وانا منهم بالمناسبه وبكل مره كنت بتعرف ايه نقط او نقاط ضعفك وتبتدي تشتغل عليها صح بس مش عاوزين نحط كده حاجه ضبابيه عشان ساندرا قاعد عارف انت متخوف ايه ده الموضوع بيكبر مننا ان شاء الله ساندرا قمر ساندرا انت بتعرفي بقى كمان تذاكري عربي علشان تعرفي تغني حاجات مختلفه ولا انت لسه واخده حاجات الخفيفه السهله كده علشان سنك الصغير؟ لا هو طبعا بذاكر عربي والحروف 10 سنين ده رابعه ولا خمسه ابتدائي؟ رابعه مدرسه ايه يا سنة؟ رمسيس كوليدج. رمسيس كوليدج بس بيهتموا باللغه العربيه؟ ايوه طبعا. طيب ومخارج الالفاظ بقى والكلام كله. طيب بتغني عربي بس ولا حاولتي تستخدمي ان انت عندك الانجليش كويس فتقدري تغني حاجه تانية؟ ساعات بغني انجليش يعني في مسابقات بتبقى معموله في المدرسه بغني فيها انجليش. ومسابقات المدرسه بتفوزي فيها بالمركز الكام؟ الاول. هزريش بقى. ايوه فاكره حاجه من المسابقات اللي بتغني فيها بالانجليش ولا انا عارف الحفظ والمراجعه والكلام ده كله. ايوه نخلينا في العربي افضل. ماشي. طب ايه هتقولي لنا ايه؟ في حاجه حلوه. الله طبعا فيها حاجه حلوه وفي احلى من اللي احنا شايفينه ده. فيها حاجه حلوه حاجه حلوه بينا حاجه كل ما تزيد زياده فيها ان فيها نيه صافيه فيها حاجه دافيه
حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة. مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر الدن، صب يا فول طعمية كشري، دوم بطاطا سخنة جدا. مصر أول يوم العيد، عادية بومبو لبس جديد، فن سيما وجنة وتياترو، حفلة تلاتة في سيما مترو، موائد الرحمن وفانوس رمضان، مسلم في بيت مسيحي فطره، ترنيمة لايقة على تخت جنة فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة بينا، حاجة كل ما تزيد زيادة فيها، إن فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة. احنا قاعدين متبتين فيكم مش هتمشوا، انتوا معانا النهاردة. عاوز اعرف منك بقى يا ساندرا، اول مسابقة تدخليها كانت المبدع الصغير ولا دخلتي مسابقات تانية قبل كده؟ وعرفتي ازاي المبدع الصغير؟ احكي لنا ايه اللي حصل معاكي اصلا في المبدع الصغير. لا انا دخلت مسابقة رتيبة، دكتورة رتيبة الحفني في مهرجان موسيقى عربية، وخدت المركز الاول. ما شاء الله. احنا بنلعبش غير على المركز الاول. يقول له ما شاء الله حسب يعني نمسك الخشب الله اكبر. ما لو انت ما خدتيش المركز الاول مين اللي هياخد المركز الاول برضه يعني؟ ايوه انا عاوزك تمشي بكل ثقة ورجلك تدب في الارض كده يعني. وبعدين عرفت برضو من الأوبرا إن في موسم المبدع الصغير، فدخلت وقدمت والحمد لله يعني خدت المركز الأول. ما شاء الله عليك. طيب أنا عايزة أقول إن أنت جنب الصوت الحلو أنت عندك بسمة حلوة وعندك إحساس باللي أنت بتغنيه، فأنت متفاعلة جدا، ده فارق قوي، شطاره واماره ومفيش حلاوه اكتر من كده. شكرا يا ساندرا، انا فرحانه بيكي وانا فرحانه ان انت كنتي موجوده معايا النهارده ونورتيني وفرحانه بشطارتك. شكرا وانا فرحان بساندرا وبحمد بصراحه يعني وكل الشكر والتقدير طبعا للاستاذ فايت يعني والاهل طبعا وماما وبابا عندك يا ساندرا اللي رعوا المواهب دي، لان في حقيقه الامر هي دي اللي احنا او هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه، مش بالضروره يكون النجاح هو نجاح في مجال المذاكره والعمل والنظري وغيره. صح يعني ما تسيبش مذاكرتنا، لا مهم برضو مجال المذاكره ده والعمل ده جنب ده، بس اللي انا بتكلم فيه في موهبه، فكون ان الاهل يكون عندهم ادراك لا يمكن وشايفين روح الام هنا لا يمكن رابعه ابتدائي يا شطار. لا ساندرا المذاكره كمان كملوا بس نموا موهبتكم واشتغلوا على موهبتكم، وانا يعني فخور بيكم بصراحه يعني ساندرا واحمد، وحاسس في يوم من الايام وان كان اليوم قرب خلاص او احنا فيه خلاص ان انا هكون موجود امام نجوم، بس رجائي لما نتصل بيكوا تردوا علينا بقى. العرب انت مخارج الالفاظ عندك هايله واللغه العربيه عندك قويه، دي نقطه قوه اعتقد ان انت ما تفتحش عينه انه يبقى مذيع ولا حاجه برضه يعني يلا عشان دي نقطه قوه اعتقد ان انت ما تفوتهاش ابدا في متابعتك وفي اللي انت بتغنيه ده اكيد. طب انت عارف ان انا عايز اخش اعلام على فكره؟ عاش اعلام ده موضوع تاني نتكلم فيه بعد الفاصل بقى. يلا نتكلم فيه بعد الفاصل يعني او في الفاصل يعني بنشكرك يا احمد، بنشكرك يا ساندرا، نورتونا والف مبروك فوزكم في يعني جائزه المبدع الصغير، وانتم مبدعين وانتم نجوم في حياه الامر، كل التوفيق ليكم يا رب. ساندرا واحمد نورتونا وشرفتونا، شكرا لوجودكم معانا. مشاهدينا احنا لسه مكملين معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار رياضية محليا وعالميا. هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة عشان يستعد لمباراة العودة قدام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. التدريبات شهدت استمرار محمد الضوي كريستو في برنامج التأهيلي بالجري حول الملعب بعد إصابته بالتواء في الكاحل.
رابطة الأندية قررت عدد من العقوبات للجولة 26 للدوري، وشهدت مباراة الأهلي وسموحة عقوبة بإيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي 3 مباريات بعد الطرد المباشر اللي تعرض له خلال المباراة، وكمان إيقاف اللاعب محمد حسن هاشم من سيراميكا 3 مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة. وشهدت العقوبات إيقاف الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري 2 مباراة للطرد، وإيقاف معين الشعباني المدير الفني لنادي سيراميكا 1 مباراة للطرد للاعتراض. فريق الكرة بنادي الزمالك استأنف تدريباته امبارح استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري ممتاز، ودي المرة الأولى اللي بيتدرب فيها الزمالك صباحا وفقا لرغبة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق. وعقد أوسوريو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية شهدت حديث مطول حول أهمية المرحلة المقبلة، بجانب شرح العديد من الأفكار والجمل الفنية المراد تنفيذها خلال المران. فريق بيراميدز تعادل مع مارومو 1-1، مارومو جالانتس الجنوب افريقي 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية على ملعب استاد الدفاع الجوي. هنروح للدوري الإيطالي، وفريق ميلان فاز على نظيره ليتشي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2022-2023، وبالنتيجة دي أصبح ميلان في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، وليتشي في المركز 16 برصيد 28 نقطة. فريق نابولي قدر ان هو يفوز على يوفنتوس في المباراه اللي جمعت بينهم امبارح ضمن الجوله 31 من منافسات الدوري الايطالي، بالفوز ده رفع نابولي رصيده ل 78 نقطه في صداره جدول ترتيب الدوري الايطالي وبفارق 17 نقطه عن الوصيف لاتسيو، ويحتاج نابولي لتحقيق الفوز في الجوله اللي جايه مع انتظار تعادل لاتسيو او خسارته على يد انتر ميلان ليحسم لقب الدوري الايطالي رسميا. فريق انتر فاز على مضيفه امابولي 3-0 في المباراه اللي جمعتهم امبارح في الجوله 31 من الدوري الايطالي لكره القدم، ورفع انتر ميلان رصيده ل 54 نقطه في المركز الخامس، وتوقف امابولي عند 32 نقطه في المركز الخامس عشر. نادي مانشستر يونايتد تاهل لنهائي كاس الاتحاد الانجليزي بعد ما فاز بركلات الترجيح 6-7 على فريق برايتون في مباراة نصف النهائي، وده بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف. وبكده نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هيكون ديربي بين فريق مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، واللي هيقام في 3 يونيو اللي جاي. نادي نيوكاسل يونايتد فاز على توتنهام هوتسبير 6-1 ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأشعل نادي نيوكاسل المنافسة على المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده للنقطة 59 في المركز الثالث، مبتعدا عن توتنهام هوتسبير صاحب 52 نقطة في المركز الخامس مع خوض فريق نيوكاسل مباراة أقل من توتنهام. فريق ويست هام يونايتد تمكن من تحقيق فوز كبير على نظيره برونوموت بنتيجه 4-0 في المباراه اللي جمعت بين الفريقين في الجوله 32 من بطوله الدوري الانجليزي الممتاز. النتيجه دي رفعت رصيد ويست هام الى النقطه 34 في المركز 13، وتجمد رصيد برونوموت للنقطه 33 بالمركز 15. فريق نانت الفرنسي تعادل امام نظيره تروا بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي، بالتعادل ده أصبح رصيد نانت عند النقطة 32 في المركز 16، بينما بات رصيد تروا 22 نقطة في المركز 18 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمنة وأحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. في مصطلح متداول في عالم الهاكينج اسمه الانترنت المظلم، لما سألنا وفتشنا عنه اتضح ان احنا قدام مشكلة تقنية وتكنولوجية موجودة في العالم كله. المشكلة دي عبارة عن شبكة الانترنت ازاي بتشتغل في الخفاء،
شبكة معزولة يا أحمد تماماً عن الواقع التكنولوجي. ده حقيقة الأمر، ويمكن الإنترنت المظلم يعني كان أو مازال بيهدد كتير من البشر، ملايين من المستخدمين لشبكة الإنترنت بالشكل السليم، لأن هم مجموعة بيستخدموا هذه الشبكة المظلمة، بيقدروا من خلالها يوصلوا لمعلومات عنك من خلال حساباتك على السوشيال ميديا، بيقدروا كمان ان هم يخترقوا تليفونك بمنتهى السهوله، ويقدروا ياخدوا ارقام التليفونات، ويقدروا ان هم يسحبوا اي داتا هم عاوزينها من هاتفك المحمول. وهنا بتيجي عدد من الاسئله. اول حاجه، ازاي نقدر ان احنا نتجنب هذا الموضوع علشان ما نبقاش وسيله سهله للاختراق؟ طيب، هل في تقنيات نقدر نستخدمها علشان ما نسمحش لهذه الشبكه المظلمه اللي هي توصل لحساباتنا؟ أسئلة كتيرة هنجاوب عليها مع حضراتكم في هذه الفقرة، تحديدا من خلال ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، المهندس محمد عزام، خبير التحول الرقمي وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير على حضراتكم مشاهدين حضراتكم الكرام. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم. بداية، في اصلا حاجة اسمها كده؟ في حاجة اسمها من غير ما افتح اي لينك، من غير ما اعمل اي حاجة، الاقي بني ادم قاعد معايا جوه تليفوني بياخد ارقامي وصوري وبيفتح الايميل بتاعي وايا كان بقى الابلكيشنز او التطبيقات اللي موجوده على التليفون، هو قاعد معايا جوه التليفون؟ ده ممكن طبعا، هو الانترنت من غير ما اعمل حاجه خالص، من غير ما ادخل لينك او من غير ما ادخل رابط مش مظبوط. هي حضرتك بيتم في الحاله دي القاء نوع من انواع البرامج اللي على التليفون حضرتك ما بتبقاش شايفاه، بحيث ان هو يوصل المعلومات بتاعه حضرتك، وبالتالي هو بيبقى شايف كل المحتويات اللي موجوده عليه. والانترنت المظلم حقيقه هو زي ما حضرتك تفضلت، هو مشكله عالميه حقيقه، ان احنا اصبحنا في عالم متصل بلا عوده. احنا بنتكلم على تقريبا اكتر من 4 مليار بني ادم متصلين على شبكه الانترنت. اللي احنا بنشوفه في الانترنت هو، عارف حضرتك جبل الجليد، احنا شايفين بس قمه الجبل اللي هو فوق الميه، انما اللي تحت ده شيء جبار حقيقه. احنا ان في حاجه اسمها السيرفس انترنت اللي هو على السطح، خدمات الانترنت، بعديها حاجه اسمها الديب ويب او الانترنت العميق، اللي هو في البيانات الخاصه بالشركات، الحسابات البنكيه، الملفات الطبيه. يا فندم، الداتابيز ولا دي حاجه؟ دي هي في الاخر هي المعلومات كلها موجوده بتاعت خصوصا المؤسسات الكبيره حقيقه، اللي هي ما بتبقاش موجوده متاحه للعامه. ما اقدرش اخش عن طريق جوجل الاقي الحسابات الخاصه ببنك من البنوك او الملفات الصحيه لمستشفى او دوله معينه. وجزء من الديب انترنت هو في، او الديب ويب هو في، ما يطلق عليه بقى الدارك ويب اللي هو اللي حضرتك تفضلت عليها. واحده واحده عليا يا باشمهندس، يعني واحترم جهلي للتكنولوجيا. لا العفو. طيب، عاوز اعرف من حضرتك، هل الانترنت المظلم يعني الهاكرز اللي بيستخدموا هذا الانترنت المظلم هما بيستخدموا شبكه غير الشبكه اللي احنا موجودين عليها، الشبكه العنكبوتيه الخاصه بالانترنت اللي العالم كله موجود عليها، ولا هي نفس ذات الشبكه لكن ده الديب بتاعها او العمق بتاعها هما بيقدروا ان هما يتسللوا ليه؟ هو بيبقى عندهم الخوادم او السيرفرز الخاصه بيهم، وهي عملية معقدة جدا حقيقة. يمكن الهاكينج ده أمر بسيط، إنما هو الدارك ويب أو الإنترنت المظلم حقيقة بيستخدم استخدامات أكثر ضررا حقيقة، وبيستخدم فيه تجارة السلاح وتجارة المخدرات والتعامل غير القانوني مع العملات المشفرة، بيستخدم في الإرهاب، بيستخدم في الجريمة المنظمة. فهو ليه أبعاد كتيرة جدا حقيقة، غير مجرد ان انا بخش مجموعه الهاكرز اللي موجوده ليها. والدول بدات تنتبه لهذه الامور بدرجه كبيره جدا، وبقت هناك تقنيات علشان تقدر تتتبع هؤلاء الخارجين على القانون حقيقه، او الاعمال الغير القانونيه من خلال شبكه الانترنت، ويتتبعوهم ويقدروا يوصلوا لهم. وبقت في النهارده وكالات انفاذ القانون بتعمل على هذا الموضوع. يمكن احنا في مارس، اوائل مارس، طلعت الاستراتيجيه الامريكيه اللي يطلق عليها بايدن هاريس سايبر سكيورتي استراتيجي، بتتكلم على ان ازاي يتم عدم بقى تحميل الاشخاص العاديين زي حالتنا كده، والمؤسسات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر الاضرار الكبيره جدا. وبالتالي في مليارات بيتم رصدها في هذا الاتجاه. الاستراتيجيه دي مثلا هيتم صرف فيها حوالي 11.5 مليار دولار على تنفيذها، واصبحت ان الامور اصبحت ان انت بتهدد اقتصاد عالم حقيقي.
النهارده هنتكلم ده الاقتصاد. بيحصل في ايه بقى، في الدارك ويب ولا في الديب ويب؟ احنا بالنسبه لنا كده واحنا قاعدين مع بعض من غير خبير امن معلوماتي، احنا بالنسبه لنا انا واحمد الانترنت المخفي وخلاص يعني ايا كان بقى، لكن الولاد الصغيرين والشباب في الاصغر خالص في السن عندهم تفاصيل المعلومات، خصوصا ان موضوع الهاكينج ده بيبقى يعني بيخليهم بيدعب احلامهم انه يبقى عنده القدره على انه هو يشوف الحسابات بتاعه الاخرين، انه هو يقدر يتحكم في حسابات الاخرين، ده بيخليهم متحمسين قوي، وبشكل او باخر العيله الصغيره اغلبها بقت تعرف تعمل الحكايه دي. ما هم مولودين في بيئه رقميه حقيقه، وهو التكنولوجيا امتداد طبيعي لحواسهم واحتياجاتهم وعالمهم. احنا هذه الاجيال هي اجيال رقميه بالفطر، وبالتالي زي ما حضرتك قلتي موضوع الهاكينج طبعا في شباب صغير كتير مهتم بالموضوع ده، انما هي في الموضوع ما يطلق عليه الاثيكال هاكينج او الوايت هاكينج او الاختراق الابيض او الاختراق الاخلاقي، ان المؤسسات الكبيره بتبقى محتاجه هذه النوعيه من المهارات علشان اامن معلوماتي وامن ملفاتي ضد الاختراقات. انا هكون مزعج شويه. اتفضل. لا طبعا اختراق اخلاقي يعني ده هل هو حاجه مفيده؟ طبعا. ان تخيل حضرتك مؤسسه بنكيه للهاكر قصه كبيره، حضرتك مؤسسه بنكيه، حضرتك مؤسسه حكوميه عندها مئات الملايين من الملفات معرض لهجمات خارجيه، فحضرتك بتعين ناس متخصصين هاكرز متخصصين علشان يكتشفوا الثغرات في هذه الانظمه، علشان بيشتغل على نفسه، بشتغل على نفسي علشان على الغير. لا طبعا بشتغل على نفسي، بشتغل على حمايه البيانات البنكية، حسابات العملاء، الملفات الخاصة بالمواطنين، التعاملات الخاصة بالمؤسسة، فدي كلها حاجات معرضة للاختراقات. ما فيش نظام في العالم مؤمن 100%، وبالتالي أنا بعين هذه النوعية من العمالة المهرة جدا، على فكرة عمالة مهرة جدا وبيكلفوا هذه المؤسسات مبالغ كبيرة جدا، إن هم عمالة متخصصة قوي ونادرة كمان، بحيث إن أنا أخش أعمل محاولات اختراق على هذه الأنظمة علشان أقدر أحدد منها نقاط الضعف علشان أعرف أعالجها. إن هو أنا بفكر بنفس طريقة تفكير العمل الإجرامي اللي موجود في الهاكرز الضارين بقى، اللي هما بيخشوا يعملوا الاختراقات، خصوصا العالم إحنا بنتكلم سنويا حوالي 420 مليون ملف شخصي بيتم الحصول عليهم بطريقة غير قانونية، فإحنا قدام مشكلة عالمية. يا باشمهندس دي حاجة تؤرق البنوك، تؤرق الداتابيز بتاعه المؤسسات، لكن انا كشخص عادي ايه يعني اللي ممكن يبقى موجود على ايميلي يعمل لهم مشاكل؟ عايز يعمل ايه لما يعرف وانا ببعت مسج للسوبر ماركت اقول له ابعت لي طلبات، او يبعت حاجه لقرايبي، ولا وانا ببعت حاجه لعبد الصمد بقول له يا عبد الصمد هنعمل ايه؟ هي عاوزه تنبل بلدي كده على الله حكايتنا. يعني قصه ليه بقت مسيطره قوي على الدنيا برغم ان هي قد تكون مهمه لبعض الاشخاص يعني ذوي الحيثيات يعني، لكن الناس العاديه اللي زي حالتنا كده عادي. ما حضرتك بياناتك كلها وحياتك كلها موجوده على تليفونك وعلى جهاز الكمبيوتر بتاعك. وبالتالي لو انا قدرت اخترق هذه المعلومات ووصلت للمعلومات البنكيه بتاعتك، وصلت للكريدت كارد وقدرت استخدمه بطريقه غير قانونيه، هم الثلاثه جنيه اللي حيلتي اللي عاملين مشاكل عند كل الناس، مش هبقى اتكلم عليا كمان يعني، الاغلب الاعم برضو يعني مش هتبقى حاجات رهيبه، هو برضو الهاكر مش هيبقى مركز. أنا مش متفق معاك تماما في فكره، ما هو الاكونت الصغير بس لما اخد مثلا 500 جنيه من هنا على 1000 هكون مليارات، ثروه طائله. انت متخيلي احنا احنا 120 مليون، لو اخذنا جنيه واحد او 3 جنيه اللي انت بتقولي عليها دي، فانت بتتكلمي في 300 مليون يعني. وده بالظبط اللي بيحصل حقيقه، هم بيبيعوا البيانات دي. بيبيعوا مثلا بيانات الكريدت كارد بتاعتك ب 25 دولار، حساب بنكي يعملوه ب 250 دولار. لا في تجاره مرعبه في هذا الاتجاه. سوشيال ميديا مثلا برضو في حدود من دولار ل 60 دولار، بنتكلم على ارقام كبيره يعني جدا. يعني ممكن شركه تلجا للهاكرز بحيث انهم ياخدوا بيانات علشان اغراض الدعايه والاعلان والانتشار؟ لا ما بتحصلش كده حقيقه، يعني هو بيحصل تسريب للمعلومات دي، انما لو في شركه كبيره بتستخدم الطريقه دي بطريقه غير قانونيه اصبحت مجرمه طبقا للقانون. في قوانين العالم النهارده بتتكلم على حمايه البيانات الشخصيه، وبالتالي لو هي عملت هذا الاجراء فهي طبعا هي مجرمه طبقا للقانون. انما هم هي في الاخر احنا في الدارك
الدارك ويب او العالم هذا المظلم هم بيبيعوها لبعض، وعندهم اصبح تداول. عندهم ماركت بليس سمينه حتى سيلك رود او طريق الحرير، بيعرضوا فيه كل حاجه حقيقي. هو عالم غير سيلك رود اللي احنا نعرفه بالظبط. ده سيلك رود اللي موجود على الدارك ويب. الوقايه خير من العلاج. فازاي انا اقي نفسي من هذا الانترنت المظلم؟ يعني هل في تقنيه لو انا استخدمتها اقدر ان انا احمي نفسي من الوقوع فريسه لهؤلاء المجرمين المنظمين؟ اهم حاجه الوعي. ما اخشش على حاجات انا مش عارفها، ما احطش بيانات تبقى سهله ان انا لو حد اخترق تليفوني ياخدها ويكون صوره معينه على مش هينفع يا باشمهندس. مفيش ابلكيشن دلوقتي بتعمل لها داونلود غير لما بتبقى عايزه ايميلك وعنوانك والجندر ورقم الكريدت كارد، يعني بياخدوا كل التفاصيل، ولو ما عملتش الكلام ده الابلكيشن مش بتشتغل معي. هنا بتعتمد على نوعيه الابلكيشن. ما نزلتش ابلكيشن مجهوله. لو بستخدم ابلكيشن البنك بتاعي فدي ابلكيشن معروفه ومؤمنه. اوكي. لو بستخدم ابلكيشن مش عارفها، نوع من الابلكيشنز مجرد حد بعتولي رحت دايس عليه راح نزل اديته البيانات دي تطوعا، دي المشكله حقيقه. فهنا الوعي نوعيه الابلكيشنز، كمان الوعي ان انا لما يجي لي لينكات غريبه لازم ابقى واخد بالي منها هي بتوديني فين، ان اي غلطه من الغلطات دي بتؤدي الى سرقه بياناتي، يتم انتحال شخصيتي، الدخول على صفحات الشخصيه، الكم من المعلومات كبير جدا. والنهارده يمكن في نقله كبيره جدا بتحصل في هذا الموضوع، ما يطلق عليها الجيل الثالث من الانترنت. التكنولوجيا بتختلف، هيحصل نوع من انواع التامين الاكبر للمعلومات. ان كان زمان احنا كاننا قاعدين في الاوضه دي، اول ما دخلت في هذه الاوضه خلاص انا كل في الاوضه اقدر اخش فيه. النهارده بنبدا نفصل كل جزء من الغرفه دي لوحديها، وبتاكد من كل واحد داخل هنا، حتى اطلقوا عليها الزيرو تراست اركتكتشر او التطبيقات صفر ثقه، او تطبيق سياسه اللا ثقه لكل واحد داخل على الشبكه، بحيث ان احنا نخش نمنع هذه النوعيه من الخروقات. ان هي شيء بيكلف العالم في السنه 10 تريليون دولار تقريبا، عشر الناتج القومي العالمي. حضرتك قلت اول حاجه الوعي، ثاني حاجه الابلكيشن اللي بتامن الموبايل او تامن الجهاز الكمبيوتر بتاعي، لازم انزل الابلكيشنز الخاصه بالتامين، لازم احدثها باستمرار. زي ايه الابلكيشن؟ يعني انا معايا موبايل عمري ما نزلت ابلكيشن عليه للتامين. لا غلط، موجود في حاجات كتيره جدا، ومنها حاجات مجانيه مش هتديك احسن حاجه، بس على الاقل بتمنع الدخول السهل يعني. انما لازم انزل الابلكيشن دي موجوده وارقام ويعني اساميها معروفه، وتقدر تخش على الانترنت تدور على افضل طرق الحمايه للموبايل. احنا محتاجين يبقى عندنا ثقافه رقميه مهمه جدا على فكره، ان مع هذا احنا جايبين حضرتك يا باشمهندس. التوغل مع التكنولوجيا حقيقه، التكنولوجيا دايما ليها جوانب مضيئه جدا على فكره، وهي بتدفع البشريه لخطوات طويله لقدام حقيقه. انما ما فيش تكنولوجيا الا ليها اضرار، ويمكن هنا مفهوم إدارة التكنولوجيا مهم جدا، واحنا كنا بندرسه او بنعرفه من للمشاهدين من خلال برامج زي حضراتكم. انا محتاج ان انا افهم هذه النوعية الجديدة من الادوات اللي ما كانتش موجودة من 20 سنة ويمكن اقل من 20 سنة، علشان اكون عندي القدرة على حماية تواجدي في هذا العالم الافتراضي اللي هو اصبح امتداد للعالم المادي اللي انا عايش فيه. النهارده ما بنقدرش نفصل العالمين عن بعض، احنا جزء من حياتنا في هذا العالم الافتراضي. فانا محتاج ان انا اامن تواجدي في هذا الجزء الجديد من العالم حقيقه، ما نقدرش نعيش من غيره. طب الابلكيشن اللي حطها لحمايه الموبايل عايزه بياناتي انا بدل مادي بياناتي، والله اصل لو فكرت فيها عدم ثقه بقى، عدم ثقه بعدم ثقه صحيح. نعمل كده بقى، بدل مادي بياناتي لابلكيشن قد تكون معروفه او قد تكون غير معروفه، الابلكيشن اللي هتحمي لي الموبايل انا اديت طواعيه برضو بياناتي لمجموعه اشخاص اخرين قد يتحولوا في اي لحظه الى هاكرز هما كمان، او يبيعوا المعلومات. هي قصه ما دام دخلناها مش هنخرج منها. مفيش خروج، هي اتجاه واحد. انما برضو هي من الصعب جدا ان يتم تسريب المعلومات دي من خلال الابلكيشنز او البرامج او الشركات الكبيره حقيقه. عمليه صعبه بتحصل، انما وملهاش حل. يعني كان في اختراق مثلا للواتساب، وكان في اختراق الى الفيسبوك، وكان في اختراق لتويتر، بنتكلم
على ملايين البشر بيتم اختراق بياناتهم حقيقة، إنما هو ما فيش رجوع على هذا الموضوع. التكنولوجيا يقابلها التكنولوجيا، كل ما تطورت التكنولوجيا كل ما كان برضو الجانب المظلم هو شديد الذكاء وشديد التعقيد من حيث الفنيات، إنما هي التكنولوجيا تقابلها التكنولوجيا، الحماية يقابلها حماية التكنولوجيا، وهي صراع مستمر حقيقة بين الخير والشر بس بصورة رقمية في هذا الاتجاه. وإحنا في عالم هيستمر اعتماده على التكنولوجيا، بالعكس التكنولوجيا جوانبها الإيجابية أكبر بكتير جدا من جوانبها السلبية. لكن خلينا وأكيد. ربنا يسلمنا من الجوانب السلبية. المهندس محمد عزاب خبير التحول الرقمي وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، نورتنا وشرفتنا وعرفتنا إزاي نتعامل مع التليفونات بشكل أفضل مما إحنا بنتعامل. كل شكرا جزيلا لك. نشكرك يا باشمهندس، وزي ما حضرتك ذكرت هو صراع ما بين الخير والشر، لكن أكيد الخير هينتصر طول ما احنا بنواجه العلم بالعلم. بنشكر حضرتك يا باشمهندس. مشاهدينا دلوقتي معانا مع موجز لاهم الانباء التاسعة صباحا مع دينا شرف، اتفضلي يا دينا. شكرا لك احمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، واوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الاتصال تناول التباحث بشان تطورات الأزمة السودانية وتنسيق الجهود بين البلدين في هذا الصدد، حيث نوه رئيس الوزراء البريطاني الى دور مصر الجوهري في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي، الى جانب كونها من اهم دول الجوار الفاعلة للسودان التي تمثل الأزمة الراهنة بها تحديا بالغا للاستقرار في المنطقة. وقد أعرب الزعيمان على القلق البالغ بشأن تصاعد العنف والقتال في السودان، وهو ما يعرض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة، مع التطرق في هذا الصدد إلى جهود إجلاء رعايا البلدين من السودان. وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي استعرض الجهود التي تطلع بها مصر في أو من أجل تشجيع كافة الأطراف على التواصل لوقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق، مؤكدا ضرورة التعامل بصورة إيجابية مع كافة جهود التهدئة وتفعيل الحوار والمسار السياسي بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقراره ومقدرات شعبه. وفي إطار جهود الدولة لإجلاء المواطنين المصريين بالسودان، تم اليوم إجلاء 436 مواطنا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية، وفي إطار حرص وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدولة السودان وأسرهم لطمأنتهم على ذويهم، تمهيدا لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن. قامت وزارة بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة. شهد معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان تسهيلات عديدة لعودة المصريين من السودان، وكشفت مجموعة من الشباب المتطوعين في الهلال الأحمر المصري عن تأهيل المصريين العائدين من السودان نفسيا والكشف عليهم وتوفير الدعم الأولي لهم وتسهيل تواصلهم مع أهليهم للإطمئنان عليهم. ومن جانبه قال لطفي غيث مدير مركز العمليات بالهلال الأحمر إن هناك مرحلة استعداد منذ بداية الأزمة في المحافظات الحدودية، حيث تم توجيه مجموعة من الفرق والورديات لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية العاجلة للعائدين من السودان. وأوضح مدير مركز العمليات بالهلال الأحمر أنه تم رفع حالة الاستعداد وخاصة في المخازن الاستراتيجية الأقرب للقطاع الصحي لمد الاحتياجات الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر المصري على أتم استعداد لمد أي مساعدات للجانب السوداني والهلال الأحمر السوداني. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أحرزت تقدما في مدينة باخموت شرق أوكرانيا. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي سيطر على مربعين سكنيين آخرين في أحياء باخموت الغربية، وأن وحدات محمولة جوا تقدم تعزيزات إلى الشمال والجنوب، وتعتبر روسيا باخموت نقطة انطلاق لمزيد من التقدم في شرق أوكرانيا.
أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أسفه لعدم انخراطه بشكل كاف في الدفاع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، وشدد ماكرون على أن الغضب الذي يعبر عنه الفرنسيون حيال إصلاح نظام التقاعد لن يحول دون استمراره في التنقل بين مختلف مناطق فرنسا. قالت أذربيجان إنها أقامت نقطة تفتيش على الطريق البري الوحيد المؤدي إلى منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا، وأوضحت وزارة الخارجية في أذربيجان إنها اتخذت الإجراءات المناسبة لفرض السيطرة على الطريق من بدايته بسبب استخدام أرمينيا الطريق لنقل الأسلحة. ومن جانبها قالت أرمينيا إن ما قامت به أذربيجان يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في عام 2020. ختام موجز التاسعة فاصل، ونعود لحضركم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا دلوقتي نروح لملف وموضوع يمكن هو صاحب النصيب الأكبر من الاهتمام، مش بس في مصر، وإن كان اهتمامه في مصر اهتمام كبير، لأنه حدود مصر مع دولة السودان الشقيقة، لأن الدولة المصرية بتعمل مجهود كبير جدا في عودة المصريين من السودان، وتم امبارح إجلاء 436 مواطن من السودان عبر الإجلاء البري، وده بالتنسيق مع السلطات السودانية من خلال خطة محكمة وآمنة لضمان سلامة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الأخير الخطير اللي بيحصل دلوقتي تحديدا في دولة السودان. أكيد الدولة المصرية بتتعامل بمستوى قدرة وكفاءة يفوق التصورات للحفاظ على سلامة المصريين وأعضاء بعثتنا في السودان، زي ما حصل قبل كده في دول زي ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا، ونجحت فيها الدولة المصرية في إتمام عملية الإجلاء الآمن للجالية هناك. معنا على التليفون الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. صباح الخير على حضرتك، أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ ناجي. يعني في البدايه بتشوف ازاي قدره الدوله المصريه على التعامل السريع والمحكم مع ملف عوده المصريين من السودان وكمان تامين عمليه الاجلاء ليهم؟ لا، هو قلنا مصر اكدت من خلال يعني رعايتها لمواطنيها في الخارج انها دوله كبيره، وانها لديها من يدير هذه الازمه بنجاح. ليست إجلاء المواطنين المصريين في السودان هي المرة الأولى، من قبل كان إجلاء ناجح أيضا من الصين ومن أوكرانيا ومن أفغانستان في أيام جائحة كورونا، وكان هذا وكان أيضا يعني نجاحها كان مضرب الأمثال. فالدولة المصرية يعني لديها خلية أزمة تستطيع أن تتعامل مع تلك المشكلة بنجاح، وأيضا بالتنسيق كما ذكرت حضرتك مع الدولة السودانية. السلطات السودانية. مصر لم تنجح بس فقط في إجلاء 436 من مواطنيها عن طريق البر اللي هم وصلوا بالأمس، ولكنها أيضا نجحت من خلال يعني خطة محكمة، من خلال احترافية عالية، من خلال خطة دقة في التنفيذ، إنها تستعيد الأطقم الجوية التي كانت موجودة في السودان أثناء المفهومة التدريبية أثناء الأحداث الأخيرة. صحيح. ونجحت بها برغم أن كان هناك مخاطر عديدة، وكان يعني نجاح الأزمة اللي كان بيشفع عليها الرئيس السيسي ومعاه الكتل المسلحة والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وأيضا وزارة الخارجية، كانت نجاح أكثر من رائع. لذلك عملية الإجلاء للمواطنين المصريين اللي هم متواجدين في السودان بأسباب مختلفة كان ايضا استكمال لما تم من قبل من عوده 204 بطل من ابطالنا اللي كانوا في مهمه تدريبيه في السودان. وهذا النجاح نعم يا فندم. طبعا. وهذا النجاح الكبير يعني اللي اكدت فيه مصر انها دوله كبيره، وانها الجاره الكبرى للسودان، وان هي يعني تم اجلاء رعاياها بشكل سلمي ومنظم ودقيق، لانها لا تريد ان تصعد المسائل.
لان ما يربط مصر والسودان روابط تاريخيه تربطنا مع السودان، روابط اخوه وروابط نسب، بالاضافه طبعا للروابط الحدوديه والتعامل دائما وابدا بين مصر والسودان دائما، حتى وكان يعني الاسم يطلق مصر والسودان على بعض. يعني الدوله المصريه نجحت في استعاده او في اجلاء رعاياها او عدد كبير، وما زال الاجلاء مستمر سواء برا او جوا. احنا عايزين نعرف يعني كيف ترى تعامل العالم كله مع هذا الذي يحدث في السودان؟ ده العالم كله قرر ان هو يجلو رعاياه بالبعثات الدبلوماسيه وبيسعنوا بمصر الان، يعني العالم كله بيرجع لمصر حاليا انها تساعدهم في هذا الاجلاء، هذا الاجلاء مواطنيها، وخاصه مثلا وفي يعني المانيا قالت التعاون مع مصر، اليونان اعلنت انها سوف تتعاون مع مصر، قبرص اعلنت انها سوف تتعاون مع مصر. لذلك يعني اصبح قدرات الدوله المصريه ليست بس خاصه بانها يعني تستعيد اولادها بشكل سلمي وشكل امن، ولكن الدول الكبرى حتى بتحاول تستعين بالخبرات المصريه وبعلاقات مصر الوطيده بالسودان من اجل ايضا من استعاده رعاياها. لذلك مصر الان يعني محل احترام وتقدير مصر الان ودائما ودول الكبرى ايضا، وايضا لانها يعني تقامت بكل هذه الاعمال اللي هي مضرب الامثال، واللي هي مش عايزه بدون منها تخسر الجانب السوداني وبدون منها تورث هذا الصراع ايضا الموجود في السودان. يعني صراع في السودان احنا يهمنا ان هذا الصراع يتوقف وان السودان يعود امنا، وان علاقات مصر بالسودانيين تستمر كما هي علاقه الشقيق الاكبر بشقيقته الصغرى. لذلك يعني لابد ان احيي من خلال برنامج تلك الخليه اللي قايمه على اداره هذه الازمه في وزاره الخارجيه المصريه. صحيح. لابد ان احيي ايضا العام على الدور البطولي لقوات النخبه في المخابرات العامه والمخابرات الحربيه اللي هم اجلوا من قبل جنودنا من هناك، لان هذه العمليه السلميه السريعه اللي ساعدنا فيها ابنائنا سواء كانوا من اطقم الجويه او من مصريين جعلت رؤوسنا تطال السماء، جعلنا احنا تباهى ان احنا مصريين وان عندنا دوله قادره انها تحمي رعاياها وانها دوله قادره انها تستعيد ابنائها في الوقت اللي بتحدده وبدون اي خسائر. صحيح. ويمكن احنا تابعنا ده يا استاذ ناجي في فكره يعني غرفه اداره الازمه اللي كان بيتابعها يعني لحظه بلحظه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزي ما قلت يعني فيها اكفأ عناصر رجال المخابرات العامه وايضا رجال المخابرات الحربيه، وقدرنا نشوف ازاي تم اخلاء او تم عوده الجنود المصريين اللي كانوا في مهمه يعني عمليه تدريبيه موجوده في السودان قبل اندلاع هذه الازمه. وبنتكلم كمان على ان مصر من اهم دول الجوار الفاعله للسودان، وده اللي اكده الاتصال الهاتفي لرئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس، واللي تابعوا في يعني فكره عوده اللاجئين لكلا البلدين تحديدا. تابعت ازاي يمكن هذا الاتصال واهميه اتصال رئيس وزراء بريطانيا بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعه هذا الشان؟ لو هذا الاتصال من رئيس وزراء بريطانيا يعني هو تاكيد لدور مصر الاقليمي، تاكيد لمكانه مصر العربيه والافريقيه، وايضا اعتراف بان الاداره المصريه للازمه اداره ناجحه، وان مصر غير متورطه في الصراع الدائم في السودان، وانها استطاعت ان تستعيد ابنائها بعلاقتها الطيبه مع كل اطراف الصراع في السودان، وايضا من خلال تلك الخبره التي تكونت عبر عمليات سابقه من اجل تستعيد كل ابنائها. الاتصال البريطاني اولا هو عايز يتعرف من خلال يعني خبره الرئيس السيسي العميقه بما يحدث في السودان الى تطورات الموقف هناك ونهايه السودان ونهايه هذا الصراع ايه، وعايز يتعرف ايضا لعله انه يستفيد هو الاتحاد الاوروبي وايضا يمكن حلف الاطلنطي بالخبره المصريه اللي من خلال علاقات مصر بالسودان، وعايز يقول له يعني نهايه هذا الصراع ايه. احنا عايزين نجلو بعثتنا الدبلوماسيه من هناك، هل ممكن تساعدونا في هذا زي ما انتم ساعدتوا ابنائكم؟ وساعدوا ابنائكم ازاي؟ هو كان يعني دوله كبرى زي بريطانيا هي دوله اقليميه كبرى تحدثت مع مصر بصفتها دوله اقليميه عظمى ايضا، لانها جاي يستفيد منها
ومن خبرتها في هذا المجال، وايضا من خبره الرئيس السيسي اللي هي تكونت عبر السنوات السابقه من بالمحيط العربي وما يدور داخله من صراع. مصر اعلنت من قبل يعني عدم تدليل القضيه السودانيه، وده مطلب الدوله السودانيه الان. العلاقات التاريخيه المصريه السودانيه لا يعني مساس بها ابدا، سواء المصريين المقيمين في السودان او استضافه مصر اكثر من 5 ملايين او 4 ملايين او واكثر، عدد يقارب 5 ملايين سوداني مقيمين بالفعل على ارض مصر. كل الشكر ليك استاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. صباح الخير يا استاذ اكرم. صباح الخير، اهلا وسهلا. يعني استاذ اكرم، تابعت ازاي اجلاء الجاليه المصريه في السودان والجهود المصريه المبذوله في هذا الملف تحديدا ما بعد اندلاع الازمه في السودان؟ والله هو منذ اللحظة الأولى أي حد متابع عارف أن الدولة المصرية تعاملت مع الأمر بجدية وفي خطوات مختلفة تم تشكيل خلايا أزمة. وطبعا إدراك مصر للوضع في السودان وموقف مصر سواء من كافة الأطراف أو من كافة القوى، مصر ما هيش داخلة مع أي طرف وقادرة طول الوقت على نسج علاقات وإقامة اتصالات مع كافة الأطراف. والحقيقة أنه دي مش أول مرة احنا فاكرين المصريين في أفغانستان في عز الصراع الأخير أو ما جرى في أوكرانيا. الحقيقة صحيح. مصر يعني مش بس مصر، يمكن كمان عشان مع إدراكها للوضع الجغرافي والوضع الاجتماعي والعلاقات في السودان ووجود مصريين هناك بعدد كبير، لكن كمان حتى غير المصريين الحقيقة في أعداد كبيرة، يمكن مش كل ده بيعلن أو مش كل التفاصيل بتتعرف، لا صحيح. في ناس جنسيات أخرى الحقيقة ومسؤولين آخرين اتصلوا بمصر لإجلاء رعاياهم من هناك. منذ اللحظة الأولى الحقيقة الموقف المصري كان واضح، أنه مصر حريصة أولا على أنه الوضع في السودان يستقر وأنه كافة الأطراف تقعد بسرعة وأنه ما يتدهورش الوضع. الأمر الآخر هو اتصال مع كافة الأطراف زي ما حصل في ليبيا أو في غيره. الأمر الثالث هو خلايا أزمة طول الوقت، سواء من الاتصالات الخارجيه او اجهزه المعلومات او كافه المؤسسات الحياه بتشتغل زي خلايا مختلفه على كانها على قلب رجل واحد. صحيح. وبالتالي هذه الجهود اثمرت لما احنا رايناه. يمكن كان في ردود واضحه جدا على كثير مما وصف في اللحظات الاولى بتثبت التجربه انه مصر مدركه جدا للتفاصيل اللي هناك، عندها قدره على التواصل مع كافه الاطراف، السوابق اللي قبل كده نفس الشيء. فسواء في علاقات الجوار وعلاقاتنا مع السودان او حتى فيما يتعلق ب حتى العلاقه مع الاخوه السودانيين، يمكن ناس كثيره يمكن ردود الافعال كلها او اغلبها بتعود الى انه مصر كانت من اكثر الدول اللي فاتحه ابوابها حتى لبعض الحالات الانسانيه منذ البدايه، وحالات الدخول واطفال او حالات مختلفه من الاخوه السودانيين، وده ظاهر جدا يمكن وعكس وضع احنا يمكن عندنا من كتر الرحلات اليوميه اللي موجوده بين مصر والسودان، يمكن عندنا مجازا ما يطلق عليه في محطه رمسيس، محطه المطار السوداني، المكان اللي بيقف فيه موقف الاتوبيسات اللي جاي من السودان. يعني هناك دائما علاقه حركه ما بين المصريين والسودانيين، بالاضافه لوجود اتفاقيه ما بين مصر والسودان بتنص على حريه الحركه بين الموظفين السودانيين والموظفين المصريين اللي موجودين. فالعلاقات والروابط دائما ما ستبقى مستمره. في ظل الاتفاقات الموجوده دي، ازاي يتم تامين المصريين والسودانيين وهو ما تحرص عليه مصر في نفس الوقت؟ ده اللي حصل سواء في محطه ارقين او في التحركات منذ البدايه لنقل المصريين. زي ما قلت كان في وضع اجابات غير مباشره واجابات مباشره على اسئله كانت مطروحه من الاتجاه. المصريين يعني الاخوه السودانيين كتير، اولا الاتفاقات اللي موجوده بتاعت التنقل والدخول وغيره والاجراءات المختلفه، طبعا بيبقى في اجراءات اعتقد انه شهادات الاخوه السودانيين واضحه جدا في انه مصر كانت اسهل دوله، وكانت طول الوقت هم اللي كانوا بيتكلموا على اطراف اخرى او دول اخرى او احنا يجب مش عارف ايه،
اعتقد انه وجدوا الاجابات بشكل واضح وطريقه التعامل، وانه في 24 ساعه السلطات المصريه مستمره سواء بناء على اتفاقات او بناء على العلاقات على فكره الانسانيه والتاريخيه والاجتماعيه بيننا وبين السودان. يعني في علاقات مصاهره، في علاقات نسب، في علاقات دم، في علاقات النيل. اعتقد ان ده كاشف جدا ليه، وفي اجابات واضحه جدا عن كثير من الاسئله اللي كانت مطروحه، ويمكن بعض السحابات او بعض المحاولات لتصوير الامر على عكس الحقيقه. يعني كل الاخوه السودانيين زي ما انت بتقولي سواء في محطه رمسيس او في ارجين او في على مدى الطريق، مش بس الحقيقه السلطات المصريه والدوله بتتعاون والمؤسسات المختلفه، لا كان حتى المواطنين المصريين ازاي بيتعاملوا، ازاي بيفتحوا نفسهم، ازاي طول الوقت ان هم حريصين ان يقولوا يا جماعه السودانيين دول اخواننا ويجب ان يكونوا موجودين. ودي العلاقه الطبيعيه على فكره من مصر تجاه كافه الدول العربيه. يعني طبعا السودان لها وضع خاص، هم اشقائنا وشركائنا في النيل، لكن اي دوله عربيه او اي شعب عربي تعرض لمشكله في وقت من الاوقات كانت مصر هي المفتوحه، ودي النماذج موجوده مع اليمن مع العراق. لان يا استاذ اكرم الموضوع مش فكره روابط اخوه او نسب ومصاهره ولا حتى يعني علاقه حدوديه، الوضع ما بين مصر والسودان اكبر بكتير، بنتكلم على شعب وادي النيل، وعلشان كده يمكن مصر منذ اندلاع هذه الازمه وهي تقف على الحياد تماما ما بين الطرفين، ويمكن شفنا الاتصال الهاتفي مع سيلفا كير وازاي اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضروره ان يكون الحل نابع من داخل السودان، حل سوداني. والاهم من ده كله يمكن زي ما حضرتك ذكرت غرفه اداره الازمه بتؤكد ان امن المواطن المصري خارجيا قبل داخليا هو خط احمر. بنشكر حضرتك الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر. ربنا دايما يسلم المصريين ويسلم الشعوب العربيه كلها. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي فقرات. صباح لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وبنتكلم على موضوع في غاية الأهمية وهو ملف الحماية المجتمعية، لأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي لاهتمام كبير، ويمكن ده ظهر بالأمس بتأكيد وزارة المالية بصدور توجيهات رئاسية برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358 مليار و400 مليون جنيه ل 529 مليار و700 مليون جنيه بنسبة زيادة، بنتكلم في تقريبا 48.8%. ده بيأكد حرص من السيد الرئيس على دعم الأسر الأولى بالرعاية في ظل المواجهة التضخمية اللي يمكن بيشهدها العالم ككل، وأزمة مش بس مصر اللي متأثرة بها، دول العالم كلها بتتأثر بهذه الأزمة. أكيد شبكة الحماية الاجتماعية بيكون ليها طبعا دور كبير إنها تخفف تداعيات الأزمة العالمية. طبعا الأزمة بتبقى موجودة وبنبقى حاسين بيها، لكن بتخفف الواقع بتاعها، خصوصا إنها بتكون بتشمل قطاعات يعني زي تكافل وكرامة، مبادرات الصحة، بتستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. تفاصيل كتير قوي هنتكلم عليها، لكن خلينا نرحب بدايه بالباحثه الاستاذه هبه زين، الباحثه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. اهلا وسهلا بيك يا استاذه. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. منورانا. بدايه كده خلينا نشوف سياده الرئيس وجه برفع موازنه الدعم والحمايه الاجتماعيه 358.4 مليار جنيه، تاثير ده ازاي على الشعور بالازمه، وتاثير ده ازاي على الناس وهي حاسه ان طبعا شايفه الدنيا غاليه في كل حته وبالتبعيه طبعا عندنا في مصر. الحقيقه العالم كان في الفتره الاخيره بيواجه ازمه اقتصاديه وموجه تضخميه غير مسبوقه، ده نتيجه زياده اسعار الطاقه واضطراب سلاسل التوريد وازمه ارتفاع اسعار الفايده، ومصر الحقيقه لم تكن بمنأى عن هذه الازمه، وده طبعا زود في معدلات التضخم بمصر، وده كان ليه تاثير قوي على القوه الشرائيه للمواطنين. صحيح. يمكن كان التدخل السريع من الدوله هو زياده وتمديد
شبكة الحماية الاجتماعية بمصر لتخفيف الأزمة عن كاهل المواطنين. ويمكن دي مش الزيادة الأولى، لأن احنا يمكن شفنا من شهرين وطبقت بالفعل زيادة على الكادر الخاص بموظف الدولة بالظبط طبقت في شهر 4. دي يمكن من مش الزيادة الأولى أو التدخل الأول للدولة أو من القيادة السياسية في تمديد وتأصيل شبكة الحماية الاجتماعية. يمكن كان في عدة تدخلات سابقة من الدولة في أعقاب الأزمة الروسية وفي أعقاب أزمة كورونا. يمكن لو لاحظنا هنلاقي في زيادة حوالي نقدر نقول حوالي 50% زيادة في الموازنة المقترحة لعام 23-24. ويمكن اللي بيأكد ان دي مش الزيادة الاولى او الاهتمام الاول من القيادة السياسية في تمديد شبكة الحماية، ان من خلال يعني خلال الفترة من 2013-2014 زادت الموازنة او الدعم الموجه للحماية الاجتماعية بحوالي 131% خلال الفترة دي مقارنة بالزيادة المقترحة للعام القادم. يمكن ده يمكن من الأرقام اللافتة اللي كانت موجودة في البيان الخاص بوزارة المالية امبارح، هو الدعم الموجه للإنتاج الزراعي والصناعي الخاص بدعم سعر الفايدة، واللي بيتم فيه توجيه حوالي 19.5 مليار جنيه إلى جانب تنشيط الصادرات وضمن مبادرة دعم الصادرات، واللي تم فيه زيادة الدعم الموجه بحوالي 368%. الرقم ده 368%. 368% زيادة عن العام السابق. وده بيأكد إن على فلسفة الدولة وتوجهها من التغير من التوجه الإغاثي. أستاذة هبة، ما تيجي نوثق الكلام ده بتقرير إحنا أعدناه بيأكد إن فكرة المنظومة الخاصة بالحماية الاجتماعية مش فكرة دعم نقدي فقط، لا، في كمان شبكات الحماية الاجتماعية الخاصة زي تكافل وكرامة وغيرها. تيجي نتابع التقرير ده ونرجع ونكمل بقية كلامنا. تمام، أوكي. فضل.
مع بعض التقرير. استاذه هبه شفنا مع بعض الارقام اللي موجوده بتتوافق تماما مع الارقام اللي حضرتك بتتكلمي فيها. احنا بنتكلم في شكل منصه للحمايه الاجتماعيه. يمكن لو هنكمل كلامنا ما قبل التقرير، يمكن ده بيأكد توجه الدولة من أو فلسفة الدولة من التوجه الإغاثي إلى التوجه الحقوقي، والذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الحق في التنمية. يمكن شفنا في التقرير وإن في دعم قوي موجه لعملية التمكين الاقتصادي وعملية تمكين الأسر ودعم صحيح. الأسر الأكثر احتياجا، وهنلاقي إن في جزء كبير من الدعم موجه للسلع التموينية لدعم المواطنين لزيادة القوى الشرائية الخاصة بهم وزيادة عجلة الإنتاج ممكن شفنا يا دكتور كمان فكرة إن ملف الحماية المجتمعية مش فكرة أموال بتخصص لزيادة موظفين معاشات أو زيادة الكادر الخاص بموظفي الدولة، لا، كان في برامج حماية اجتماعية موجودة زي تكافل وكرامة، زي أيضا كمان ملف حياة كريمة اللي كان بيشمل نصيب الأسد زي ما بنقول من خلال مبادرات صحية أو غيرها. هنتابع تقرير آخر، معلش ونرجع لحضرتك مرة تانية، بيرصد يعني المخصصات المالية اللي راحت للقطاعات المختلفة للحماية المجتمعية. الحماية الاجتماعية في ضوء الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 ركزت على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، وده بالتوازي مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع احتوائي ومستدام، وكمان تعزيز الاستثمار في البشر. كمان برامج الحماية الاجتماعية عملت على تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة وتوفير الرعاية الصحية للفئات المستحقة وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة. وتبنت الحكومة الكثير من برامج الحماية الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2019 إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية لإصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وتقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع، بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض. برامج الحماية الاجتماعية شملت أيضاً برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، واللي استهدف تقديم الخدمات الصحية لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي وأسرهم من غير المؤمن عليهم والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. وفي قطاع الإسكان عملت الحكومة على توفير المسكن الملائم للمواطنين، وتم التحرك في هذا الملف من خلال مسارين متوازيين. الأول الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية، والثاني التوسع في بناء المساكن الملائمة لاحتياجات المواطنين. وقامت الحكومة بتطوير ما يقرب من 242 ألف وحدة سكنية للعديد من المناطق العشوائية زي الدويقة، الزرايب، تل العقارب، منشية ناصر، جزيرة الوراء، ومنطقة مثلث ماسبيرو. كمان شهد ملف الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تطور كبير، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 3.6 مليون مواطن. يمكن زي ما تابعنا من خلال التقرير ان فكره المخصصات الماليه وجهت لعدد من القطاعات ل يعني تكون مظله الحمايه المجتمعيه، هي مظله اكبر بتشمل قطاعات مختلفه. يعني راي حضرتك يا استاذه هبه، شفنا قطاع الصحه، شفنا قطاع الاسكان وغيرها من البرامج الحمائيه زي تكافل وكرامه. الحقيقه يمكن المخصصات الماليه او الحمايه الاجتماعيه ما كانتش موجهه بس بشكل دعم مادي فقط، لكن كان في جزء كبير من الدعم كان موجه للقطاعات الصحيه والتعليم وتحسين البنيه التحتيه. يمكن الوضع ده ما كانش وليد اللحظه او وليد الازمه الحاليه، يمكن الدوله قامت بجهود قويه وكبيره في هذا الصدد. يمكن هنلاقي ان الدوله وجهت مليارات في
بخصوص يعني تحسين الوضع الصحي. يمكن قامت وقدمت 16 مبادرة لتحسين الوضع الصحي، يمكن دي تكلفت المليارات من الجنيهات في الفترة الأخيرة. يمكن كمان زاد عدد المواطنين اللي بيتم علاجهم على نفقة الدولة خلال الفترة ما بين 2013 إلى 21 بحوالي 108%. يعني كنا في السابق في خلال 13 كنا بنتكلم في أقل من 100 مليون مواطن، حاليا بقينا أقل من مليون مواطن، بقينا دلوقتي بنعالج حوالي 2 مليون مواطن على نفقة الدولة. صحيح. وده مؤشر لتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين. إلى جانب ده كمان بيتم توجيه جزء من الدعم للقطاع الإسكان وتحسين البنية التحتية. يمكن اتعمل حوالي 612 ألف وحدة إسكان اجتماعي، استفاد منها حوالي يعني استفاد منها ملايين الأسر، حوالي واحد محدودي الدخل فقط. دي اسكان اجتماعي تخص محدودي الدخل، استفاد منها حوالي 1.2 مليون مواطن، وتكلفت للدولة حوالي 98 مليار جنيه. ده إلى جانب رفع كفاءة الدول المناطق الغير آمنة، وتم إعلان في عام 2022 أن مصر خالية من المناطق الغير الآمنة والمناطق العشوائية. وده عايز أقف عند هنا أستاذة هبة وأقولك فكرة التكامل اللي ما بين المبادرات. يعني فكرة أن المبادرة مش بتتعمل مبادرة وخلاص. صحيح. مبادرة بتسلم مبادرة بتسلم مبادرة، فبنلاقي الناتج بتاعها رفع مستوى الأسرة المصرية كلها على بعض. يعني مبادرة موجهة لصحة الأطفال، يليها دعم صحة المرأة، مبادرات إسكانية متعددة، كل ده بتستفيد منه نفس الأسر بشكل أو بآخر. فإحنا بنتكلم في إن إحنا بيحصل رفع للمستوى بشكل عام، ده بيظهر إحنا ابتدينا نحسه، ممكن يظهر على المستوى القريب قدام قد إيه؟ الحقيقة يمكن دي سمة أساسية في المشروعات اللي بتقام في الفترة الأخيرة. يمكن هنلاقي أن في تكامل بين من مبادرات وما بين خطى ومشروعات القومية اللي بتتم تنفيذها على الأرض. كان يمكن كنا بنعاني قبل كده أن كل وزارة وكل هيئة كانت بتشتغل في معزل عن الوزارات الأخرى. صحيح. يمكن الحقيقة ده ابتدينا نشوفوا ان لا، بقى في تكامل ما بين الوزارات، في تكامل في خطة الدولة. يمكن دي كنا بنعاني منها ان في شغل بيتعاد تاني بسبب عدم التكامل وعدم التواصل. صحيح. ما بين الوزارات. يمكن ده ابتدينا نشوف ان ده مش موجود الفترة الأخيرة، ابتدينا نشوف ان دي التنسيق ما بين الوزارات. يمكن ده بيرجع لأن الخطة كلها بتدور حوالين أو نبعة من رؤية واحدة، وهي رؤية مصر 2030، واللي هي كلها بتهدف إلى تحسين وتنمية جودة حياة المواطنين من خلال تقليل معدلات الفقر وتحسين جودة التعليم، تحسين جودة الرعاية الصحية، تقليل معدلات البطالة، التمكين الاقتصادي للمواطنين، تحقيق الرعاية الاجتماعية. يعني احنا بنتكلم يعني معلش دايما الكلام الاقتصادي بيكون كلام تقيل شوية على المواطن وكده، الله يكون في عونكم عشان انتوا تفسروا ده وتسهلوا الناس بيكون صعب. فخلينا نتكلم ازاي انعكست هذه المبادرات بشكل ايجابي على حياة المواطن اول حاجة، وتاني حاجة وقفت حائط صد منيع امام الضربات والازمات الاقتصادية والتضخم وارتفاع سعر الفائدة وغيره مما يعني يفرضه الفدرالي في الولايات المتحدة. الحقيقة هو الوضع يعني يمكن في العالم، احنا لو متابعين الوضع العالمي وارتفاع أسعار الفايدة ومعدلات التضخم الغير مسبوقة في العالم واللي وصلت ل 50 و60% في دول متقدمة. صحيح. ويمكن في دول عالمية شفنا في تقارير سابقة كانت بتعاني من شح غذائي، بتعاني من نقص مواد غذائية، بتعاني من إغلاق تام للمصانع. يمكن ده
احنا ما حسيناش بيه بالقدر اللي احنا شفناه في التقارير الدوليه. ده يمكن لان كانت خطه الحمايه الاجتماعيه كانت بادئه من بدري. يمكن خطه الاصلاح الاقتصادي يعني ساعدتنا في ان احنا نكون قادرين نتجاوز جائحه كورونا. يمكن كمان قدرنا نتخطى جزء كبير من الازمه الروسيه. يمكن حاسين ببعض الوجع المادي شويه بس مش بالقدر اللي احنا شايفينه في دول اخرى. يمكن الوضع مش على ما يرام، يعني مش مستقر في كل الدول العالميه، لكن الى حد ما مصر ماشيه بخطى ثابته، والسبب في ده الاصلاح الاقتصادي اللي عزمت عليه مصر في 2015 ولا 16؟ 2016 صحيح. فاحنا يعني قادرين نتخطى الازمه الحاليه. يمكن الموضوع صعب شويه على المواطنين، بس في المقابل يمكن بيتم دفع خطى او يتم دفع مبادرات للتخفيف عن كاهل المواطنين. صحيح. والتقليل حده الاثار الاقتصاديه. يمكن هو ده الشغل الشاغل حاليا للقياده السياسيه، واحنا بنشوف يعني هذه التوجيهات المستمره اللي اخرها رفع الموازنه الماليه لملف الحمايه المجتمعيه تحديدا لتصل الى 529 مليار و700 مليون جنيه. بنشكر حضرتك الاستاذه هبه زين، باحثه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. نورتينا. شكرا جزيلا. شكرا لوجودك معانا مشاهدينا. خلصت حلقتنا النهارده، كنا معاكم دينا شرف، احمد عبد الصمد، ومنى الشرقاوي. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم، وصباح الخير يا مصر.